صباح الخير دكتور احمد. صباح الخير دكتور احمد، ازي حضرتك؟ هو نبيل، ونبيل مشغول، هو والظهر، هو وعمر في حاجات كده شؤون اداريه جوه الاسم يعني. طيب خلاص نبيل، هم بعتوا لحضرتك اول حاله نبيل. في حاله لاحمد يحيى، وحاله لمصطفى، وحاله الاميره نور. تمام دكتور احمد. نعم انا مصطفى عبد المنعم. صباح الخير. انا درش. ازيك يا مصطفى؟ فينك يا حضرتك؟ الحمد لله. ازاي؟ كويس الحمد لله. كويس الحمد لله. طيب سعداء انت معانا النهارده يعني. انا اسعد يا بيه، ربنا يسلي حضرتك. مصطفى انت هتبتدي الاول ولا احمد يحيى؟ انا هبتدي حضرتك، انا متواجد. هو احمد يحيى ما ظهرش؟ اعتقد بيركن يا دكتور احمد مصطفى. طب يلا توكل على الله. انت توكل على الله بقى. انت يلا بسم الله كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. A brief history: 44 years old male patient, heavy smoker, 60 cigarettes per day. He complained of exertion and chest pain for 6 weeks, CCS class 3. Already patients was on anti-ischemic treatment in the form of aspirin, statins, nitrates, beta blockers, and ivabradine. Resting ECG was normal, transthoracic echo was normal apart from grade 1 diastolic dysfunction. He was scheduled for stress ECG that was positive for stress-induced myocardial ischemia. Regarding his labs, LDL was 182, hemoglobin A1C 5.9. He was pre-diabetic, kidney functions were normal. My own decision was an elective coronary angiogram and plan for revascularization. My inlet was a right transradial approach, a 6 Frenchies. Mustafa, dia wah. Ayoui. ليه عملتوا اكسرسايز تيست في واحد عنده الهيستوري المزعج ده وكان عنده كلاسيك بين وكاميديان كلاس 3؟ عشان اكون بس صريح مع حضرتك، هو البيشنت ريفير تو مي بعد كده يعني. انا البيشنت ما تعطلوش الاستريس، هو البيشنت جالي بعد ما عمل الاستريس اس جي. هو طبعا بيشنت بالكرايتيريا دي راجل بيوصف تيبيكال شيست بين نيرلي اكسلريتنج انجينا. Definitely I will proceed for invasive approach. دي نقطة مهمة، لأن لو البين is classic، احنا قلنا الكلام ده مرارا وتكرارا في الميتنج بتاعنا ده، لو البين so classic يبقى low sensitivity و specificity بتاعته زي الاكسرسايز تيست، فما فيش داعي ان انت تتعرضه لريسك زي ده. ده بس عشان اذا كان في حد سمعنا يبقى مقدر يعني. بس لو كان البين classic كلاسيك نمطي، البين حضرتك فيري تيبيكال بين، فما كانش في داعي ابدا ان هو يتعرض للاكسرسايز تريتمنت. هو طبعا دكتور احمد بيه بيقول كلام مظبوط يا جماعه، دايما بنقوله، عشان لكن المحاذير بتاعته برضه دكتور احمد قالها، انك انت مش اي واحد كده عنده والله ده شكله تيبيكال كده يلا يا عم على القسطرة. لا طبعا بالظبط طبعا نتاكد، وبالذات كمان لو كان لو ورك لود فعلا يعني، لو كان اكسلريتنج جامد وشورت ديستانس انجينا، الحقيقه ده فعلا توقع منه فيري بروكسيمال ليجنز في ال دي او ال اف مين او حاجه زي كده. فانا اجري مع حضرتك ونخلي الناس كلها يعني، يا ريت الناس تتعلم هذا الاهتمام بالكلينيكال وبالهيستوري اكتر كمان من اللاب والاكسرسايز. احنا كثيرا ما بنريفير بيشنتس فور دايركتلي فور انجيوجرافي، طالما انه هو البين بالصوره اللي وصفها
مصطفى في الحالة زي دي يعني. فده برضو تيب من تيبس اللي الواحد بيشوفها في من الكلين اللي بيستفيدها من الهيستوري تيكينج. نعم. يوفر فلوس ويوفر مجهود ويوفر وقت ويمكن يوفر كمان حاجات كتير على صحة العيان لو أخرت بروح إياه ممكن كان يطب في الاكسرسايز. صحيح بي. يلا يا مصطفى تفضل. يلا درش سمعنا مصطفى ولا مش زار مش سمعنا يعني الرايتر كنار هذا شكله كويس يعني كويس أسامة والنبي بعد ما نخلص إن شاء الله بأكلمك مكالمة كده في التليفون ها بي حاضر مصطفى يا بي يلا كمل كمل حاجة أوكي أنا هاي دخلت رايت رينجل أبروتش 6 فرنشيز Jot can write 3.5. Can write coronary atherosclerotic dominant vessel with non-significant lesions. أنا حكينا يعني ديت أنا كنت داخل بجايدنج على طول يعني أنا كنت أنصور دياجنوستيك ودي الجايدنج بتاعتي. زي ما حضرتك باين عندنا سب توتال أو نير توتال ترو أوستيال ال اي دي ليجن. أوكي هنا في السبايدر فيو أو في ال او كودال فيو باين إن السيركمفلكس إز نون دوميننت فيسل بس ميدي سايزابل. First and second margins with no significant lesions. I have ramus intermedius with no significant lesions, and I have a sizable LAD with true ostial subtotal occlusion. بس عايز أقول لك حاجة هو ال right coronary يبدو لي إنه مش بيدي the posterolateral branch. فممكن ما تستغربش لو لقيت ال left complex هو اللي بيدي وفي هذه الحالة هيبقى balanced situation. هو فعلا حاجة بيدي the posterolateral branch. هو تحت هي بس في الفيو ده مش باينه بس هو فعلا بيدي تحت هنا حضرتك في البي كودال باين برضه شوفوا الملحوظه اللي قالها الدكتور اسامه دي ان احنا لازم نبص ماليا في الديتيلز بتاعه البروجكشن اللي بنشوفه يعني دي برضو انا نفسي اي ميست الحقيقه وهو اسامه خد باله وكتر خيره لكن دي كلها تيبس لقراءه الانجيو مهم وطلع صح اللي هو قال عليه تفضل كمل يا مصطفى في عدد في يعني كان في discrepancy in size ما بين اللفت مين وما بين ال دي عندي مشكله ثانيه ان هو على trifurcation ما بين الكومبلكس وما بين الريمس وال ال دي هي دي الاثاره دي جاتكن ولا ايه دي ولا دي انا داخل حاجه بي بي يو 3 دي جايدنج جايدنج اي بي يو 3 6 فرنش بس الكيرف بتاعها كده استغربته شويه في الفيو ده يعني. عشان ثلاثة انا حاطط في الراديال بفضل اخش الثلاثة مصطفى عندنا بس الامبريشن كده انت كده بتعامله كانه برايمري كيس لا انا صورت دايجنوستيك بس انا حاجه دخلت على طول يعني انا في الـ في الـ في, الـ في البرزنتيشن جبت على طول صور انترفنشن تمام يعني انت صورت الاول دايجنوستيك وبعد كده انت بتوري الانترفنشن بعد الانترفنشن على طول طيب يعني انك تدينا السيناريو الحقيقي اللي حصل عشان تمام انت عارف ناخد الاكسبيرينس والا كل واحد يفتكر ان هو لازم ياثر العيان يبقى داخل بجايدنج انتيل بروفد اذروايز انا حاجه صورته طبعا بشوت كان ليفت 3.5 لما لقيت الليجن كده اخدت على طول جايدنج ليفت انا بحب في الراديال لما بشتغل رايت راديال اخد اكس بي 3 او اي بي يو 3 عشان بيبقى الكانيوليشن بتاعها افضل في الليفت سيستم فدي كانت اي بي يو 3 6 فرنش انا كانت البلان بتاعتي ان انا اشتغل كروس اوفر ليفت من ال دي وطبعا كان في الاوبستكلز اللي قدامي ديسكريبنسي في السايز ما بين الليفت مين والال دي وان الليفت مين كان ترايفوركيتنج على 3 فيسلز ممكن نشوف فيوز ثانيه بس كده يا مصطفى ده الكرينيال فيو حضرتك ال دي اثروسكلروتيك ويز نون سيجنيفيكانت ليجن هنا الليجن مش باين في الكرينيال فيو السيركمفرنس ميدي بوست لاترال زي ما حضرتك قلت ايوه دي الانترفنشن انا هرجع تاني معلش ده دي صوره كرينيال فيو عايز ارجع ورا اجيب لحضرتك صوره الكود التاني اللي كان باين فيها الليجن لان ساعتها انا فكرت في البلان اللي انا عايز اعملها الاوبستكلز عندي ان انا كنت هخش ب 3 وايرز واير ال اي دي واير ريمس واير ال سي اكس
الحاجة التانية إن أنا كنت هختار stent profile يتناسب مع discrepancy في السايز اللي بين left main وال LED، وده مش متوفر غير ممكن في ثلاث دعامات، الدعامة الأولانية اللي هي resolute onyx، الدعامة التانية اللي هي الزاينس سيرا دي لسه يعني لسه داخل مصر ريسنت يعني، الدعامة التالتة اللي هي السينرجي دي لسه ما جاتش مصدولها. الثلاث دعامات اللي هم انت قصدك ان جندر بوست انفليشن ممكن يديليت الستنت تو لارج او لارجر دايمتر دان ذا ستاندرد دايمتر كده ليفت مين. فكرت ان انا استخدم انتراباسكولار ايمجينج عشان يبقى فيه بيتر اوبتمايزيشن. كان عندي افيلابيليتي للايفاس وكان عندي افيلابيليتي للاو سي تي، انا فضلت استخدم او سي تي. الاو سي تي بيبقى ريزولوشن بتاعته اعلى بكتير جدا من الايفاس، بالذات عشان ابين الاستراتس اوبننج على السايد برانشز، وده كان الابروتش بتاعي ان انا هشتغلها او سي تي جايدد ليفت مين ال دي بروفيشنال انترفنشن. معلش الاو سي تي موجود فين؟ الاو سي تي حضرتك هو انا الحاجه دي اشتغلتها بره مصر، هو لسه داخل مصر ريسنتلي في شركه ابوت اللي هو توكيلها في مصر الشركه المصريه. انا فعلا شفتها بره، كنت في لوكم في السعوديه واشتغلت بيه، لكن هنا ما اعرفش ان في او سي تي موجود. لا حضرتك هو لسه داخل بالظبط من شهر شركه ابوت اللي اخذ التوكيل بتاعها شركه المصريه، واي ثينك هو هيتسعر يعني خلاص ويبقى افيلبل يعني في الماركت. عايزين نبين بقى الادفانتج بتاع الاو سي تي على الايفس في الحاله دي، يعني اشمعنى اخترت ليه مش ايفس مثلا؟ سورتنج ستنس، بس انفورشنتلي هي بقى لها 2 years already المذر كومباني بتاعت الاكسبوزيشن ستنت وقفت خط الانتاج، فهي خلاص ما بقتش افيلبل دلوقتي في الماركت. اللي هي ايه دي يا مصطفى؟ اللي هي حضرتك السيلف اكسباندبل ستنت الاكسبوزيشن اللي هي السيلف اوبوزنج ستنت. وقفوا انتاجها. الصوت بيروح، الصوت بيروح، بيبقى ظاهر هم مش بيسمعونا دايما. صايون، لان الواير صايون يتميز يا مصطفى والنبي الصوت بيروح وبيجي، فاحنا خد بالك بس، قول لأحمد مصطفى بس يبقى ياخد باله من الحكاية دي. أنا بسأل إيه اللي أنت قلت الزاينس إكسبيديشن دي توقفت؟ لا حضرتك الزاينس مش إكسبيديشن، حضرتك زاينس سيرا. لا مش أنت بتقول فيه حاجة توقف إنتاجها. السيلف إكسباندبل ستنت حضرتك اللي هي الإكسبوزيشن. الاكسبوزيشن كانت بتعملها شركه اللي هي فاسكولار سوليوشنز وبطلوا ينزلوها خلاص. ليه؟ اعتقد حاجات فاينانشال يا دكتور احمد يعني. هي مش حاجه تكنيكال في الدعامه يعني. لا مش حاجه تكنيكال في الدعامه، هي اعتقد حاجه ليها علاقه بالشركه يعني. طيب وانا متهيألي برضو ان انت كنت لازم تاخد سبايدر فيو احسن من اللي انت كنت جايبه ده. ممكن طبعا زي ما حضرتك قلت. يعني هو كان التكنيشن معايا ما كانش مساعدني قوي يعني. انا حضرتك اخذت الاول واير، اخذت واير سايون بلو. ليه انا ليه اخذت واير سايون بلو؟ لان الواير سايون بيتميز ان هو واير هيدروفيلك وليه سيليكون تيب، فبالتالي انا اقدر يبقى عندي تاكتايل سنسيشن في ايدي كويسه جدا لما استخدمه. وتاني حاجه التورك بتاعه بيبقى ترانسميتد 1 تو 1، يعني اي حركه بعملها بايدي بتبقى ترانسميتد للتيب بتاعت الواير ان 1 تو 1 ريشيو. فعشان كده انا اخذت واير سايون بلو من شركه اساهي. مصطفى انا ما اعتقدش انك انت يعني انت دي حاجات لكتشري شوي يعني، انت لو اي واير يمشي في الحته دي يعني، انت مجرد حتى هيدروفيلك واير عادي ات كان جو ان حتى لو بي ام دبليو هيمشي معاك يعني. انا مش شايف ادفانتج قوي للساين بلو اكسبت في حاجات تورتشرس قوي او حاجات صعبه تدخل فيها. انا شايف ان ده مش صعب قوي انك تدخل فيه. هو مش صعب طبعا حاجه، ممكن اخد واير بي دي 2 عادي، بس يعني اقصد لو انا عندي فرايتي من الوايرز هيبقى السيفست واير في حاله زي كده واير. صوت قطع. بس هو كان لازم يورينا في الفيو دوت قبل ما يعمل، يورينا شكل الانجيو ايه قبل ما يحط الحاجه.
والانجل بتوين الاكس والترنيل هو ده سبايدر متهيألي يا أرسام. فكان لازم نشوف الانجيو الاول عشان احنا كمان نشارك في التفكير. مش عارفين تكومينيكيت قوي. حضرتك سامعني كده؟ بيروح بس بيروح ويجي. يا مصطفى انت ما وريتناش الانجيو بتاع السبايدر فيو. اجيبه لحضرتك تاني. ده حضرتك السبايدر فيو في الانجيو. فينه بقى؟ مش شايفين حاجة. ده السبايدر فيو دكتور. مش ما عندناش. مش حاجة واضحة لي. مش واضح. ما عندناش. مش ده السبايدر. مستحيل يكون ده سبايدر. لا ده بي كودن. ايوه يمكن ده. الانجل ضيق قوي. الانجل صعبه جدا وهو الليجن حضرتك ترو اوستيال فما كانش عندي لاندنج زون ان انا ممكن اقف فيه. بس هي الانجل مع اللي صعبه دي هي مع انترميديت برانش انما ال اس اكس از وايدلي اوبن واراوند 90 ديجريز تيك اوف. صح صح يا بيان. صح يعني يا 80 مثلا 75 كده يعني قريب قوي. هو انا حاسس صراحه كانت البلان بتاعتي جاست وان ستنت تكنيك بروفيجنال تو بي سمبل از ماتش از بوسيبل في الحاله ديت. طيب كنت هتعمل بي تي سي طبعا الاول. يا بيان حضرتك اخذت على طول واير سام بلو وعديت واير بي تي تو في الريمس واخدت بالونه. اثنين بي تي 2 في الريمس انت ميدل سبورت ولا فلوبي واير ولا ايه؟ لا حقيقه بي تي 2 واير. بي تي 2 موديل سبورت. ها بي تي 2 موديل سبورت ليه بقى؟ انا حضرتك يعني انا الورك هورس واير بتاعي يعني اللي هو انا بتعود في الشغل عليه دايما الهيدروفيليك موديل سبورت واير. بس انا مش موافقك في الحته دي بقى. حضرتك كنت تفضل بي ام. لا يعني حاجة صفت. ايه الداعي ان انت تحط ميدل سبورت واير في ارتري حتى مفتوح؟ ايوه يعني الورك هورس واير بتاعنا مش لازم يبقى الحاجة ميدل سبورت كبراكتس كقاعدة. هو انا كان الحتة دي هو انا حضرتك انا كان الابروش بتاعي عشان لو انا حابب اعمل ريكروسنج يبقى من السهل بالنسبة لي في واير هيدروفيليك موديل سبورت اعمل بيري كروسنج من جوه الاستراتس. يعني طبعا مع الامكانيات الرهيبه ديت ممكن كنت تحط ده وساعه ما تيجي تعمل الاكستشينج تبقى تجيب واير رابع بقى. ما الحكايه مفتوحه اهي قدامك اهي او سي تي وكل حاجه موجوده. طب انت دلوقتي ما قلتلناش الاو سي تي يعني انت البلان بتاعتك تدو او سي تي بوست انترفنشن ولا بري ولا ايه بالظبط؟ سامعني يا مصطفى؟ ايوه بيه. يعني انت البلان انك تعمل او سي تي زي ما انت قلت يعني قبل ولا بعد البروسيجر؟ حضرتك الاو سي تي هيفيدني قبل البروسيجر فور سايزنج ان انا اقدر اعمل سايزنج مظبوط للفيسل. مفيش صور انا كنت هغطي اف مي. ايوه في صور. في صور حاجه هجيبها حالا. انا عملت بي سي اي ببالونه 212 الاول عشان بس اهدي الاسكيميك بيردن على ايوه صح على المايوكارديوم وبعد كده وانا حضرتك انا قمت انفخ تاني في الاوستيا مع الهاي بريشر بالون 212 وده الاو سي تي حضرتك ده البروب نفسه الماشين نفسها اسمها اوبتس والقسطره نفسها اسمها دراجون فلاي. بتبقى القسطره نفسها حضرتك فيها اثنين دوتس الدوت اللي تحت دي اللي هي موجوده في الدياجونال وفي الدوت اللي فوق اللي هي بتمثل البروب بتاعي. الاو سي تي بيبقى اوتوميتد يعني بيبقى حضرتك اوتوماتيك بول باك. انا بدي اوردر بيبتدي الماشين تعمل على طول اوتوماتيك بول باك للقسطره 5 سم. الحاجه الثانيه ان لازم يبقى كونترست لازم يبقى الشريان مليان صبغه وقت ما انا بعمل اوتوماتيك بول باك وقت ما انا بصور لان الويف لينث بتاعه الانفراريد لايت اللي موجوده في الاو سي تي اصغر من الويف لينث بتاعه الار بي سيز فلازم يبقى الشريان كومبليتلي اوباسيفايد ما فيهوش ار بي سيز خالص عشان اقدر اخد ايمج واضحه. دي الدروباك الوحيده للاو سي تي ان هو بروسيدور بيبقى كونتراست ديبندنت.
لا ما ينفعش سلاين لازم كونتراست لازم كونتراست ميديوم ترانسبيرنت ما يعملش ريفراكشن يعني لللاين صح كده بدل ار بي سي دي حضرتك كانت اول صوره كويس دي انا كنت واخد فيها الديستال ريفرنس فيسل الديستال ريفرنس فيسل يعني انا واقف في ال دي بعد الليجن بتاعي يعني ال دي كان حوالي حضرتك كان اراوند 3 ملي 3.2 ملي متر فدي صورة الخط الغامق اللي موجود ورا سيركمفرنش اللي هو الكولاجين بس اذروايز ما عنديش سيجنيفيكانت اثيرومز وما عنديش كالسيوم فدي تعتبر اكسلنت لاندنج زون بالنسبه لي وكان اللاندنج زون دي كان فيها 3 مللي الدايمتر نفسه ده كان الليفت مين بتاعي زي ما حضرتك شايف الليفت مين ما كانش فيه مشكله الليفت مين كان هيلثي وكان الافرج دايمتر بتاعه كان حوالي 5 وبرده كان ما عنديش كالسيوم وما كانش عندي اي اثيرومز فيه خالص فانا كده قدرت اعرف ان انا عندي ال دي هياخد ستنت 3 وعندي اللف مين هياخد ستنت 5 وده كان هينطبق زي ما قلت لحضرتك لو قبل كده هيبقى على الاكسبوزيشن ستنت لو دلوقتي هيبقى على حاجه من ثلاثه ريزولوت اونكس او زاين سيرا او سينرجي ستنت انا اخترت الزاين سيرا وده الليجن هنا بتاعي حضرتك اهو فيري فيري تايت ليجن ده الاوستيال ال دي اللي انا واقف فيه وده بعد ما انا عملت له اوريدي بي تي سي اي ببالون 2 فالدايمتر بتاعه وصل 2 ده الليجن بتاعي بالاوسي تي الدايمتر بتاعه 2 بعد ما عملت له بي تي سي اي فده بيدل ان هو كان نير توتال اوكلوجن بقول لك يا مصطفى ايه بيه هو الانتربريتيشن بتاع الاوسي تي ده اسهل من الايفس لا حضرتك مش اسهل هو بالظبط يعتبر حضرتك زي الايفس بس هو ليه مميزات عن الايفس ان هو بيشوف الدايسكشن احسن بيشوف الستنت بوزيشن احسن هو الاو سي تي ميزته الحقيقيه انه بيشوف الانتراليومينال والاندوثيريال والساب اندوثيريال تيشو احسن من الايفس بينما more than this يبقى الايفس احسن يعني لو عايز ترومبس او سي تي يبقى احسن ديسكشن الاو سي تي احسن ودول حاجات مهمه جدا كالسيفيكيشن بقى يعني نختلف بقى ممكن هنا الايفس يبقى احسن فاي حاجه في اليومن او النير اليومن بيجيبها الاو سي تي احسن اي حاجه بعد السب اندوثير الاريا لحد الادفنتيشيا هيبقى الايفس احسن سايز فيسيتس لان هو برضو الاو سي تي نفسه ما يقدرش يشوف كل الشريان فلو انا عندي شريان مش سامعنا قوي ازاي اوشر زاينس سيرا وكنت عندي واير كان عندي واير لاندنج هنا كان واير بي 2 لاندنج في السيركمفلكس وعندي واير تاني بي 2 كان موجود في الريمس وعندي الستنت بتاعتي انا مش هغطي الاوستيا بتاع الليفت مين لان كده كده الليفت مين ما كانش ديزيزد انا بس كنت محتاج مسافه في الليفت مين توازي البالونه اللي انا هستخدمها في البوت فانا كان عندي الفلكسبيليتي ان انا كان عندي بالونه ان سي 8 فعشان كده انا قلت انا هطلع بس في الليفت مين حوالي 8 مللي او 9 مللي اللي هي المسافه اللي انا محتاجها عشان اعمل بيها بوت والله يا مصطفى انا دي اختلف معاك فيها يعني احنا شفنا الناس طبعا جماعه الاجانب كده بيشتغلوا في الليفت مين وما حدش نادر ما حد يحب يحط في وسط الليفت مين لاندنج زون اوف ستنت والسبب انك انت ريتيت الليفت مين نفسه بستنت يو ميد ديسكت ات اني تايم مش لازم دلوقتي ليتر يعني ونمر اتنين زي ما انت قلت حتى السايزنج هتبقى انت خايف جدا اف يو ميس اني بارت من الستنت وطلعت بره يبقى يو ار اندوسينج هاي بريشر انفليشن في الليفت مين فالحاجتين دول بيخلوا الواحد يميل اكتر لا سيما في اللونج ليفت مين ده هو يبقى ياخد من الاوستيام كان فاضل حتى صغيرين حبه صغيره يعني انت عندك فاضل لك 5 8 6 7 مللي لحد ما توصل للاوستيام انا بصراحه يمكن نبيل ساعات بيختلف معايا في الحكايه دي لان بعض الناس بيحبوا كده لكن معظم الناس اللي شفتهم ليفت مين يوجوالي اب تو ذا اوستيام اي نعم بطلوا يعملوا بره الاوستيام وبطلوا يعملوا فليرنج ماشي لكن تو ذا اوستيام الحقيقه ذس شود بي ذا ستاندرد تكنيك
هو طبعا زي ما حضرتك بتقول هو الاوستيوم هيبقى اريح، بس هي حضرتك يعني انا كان الراشونال بتاعي انا ما حبيتش اغطي الاوستيوم، لان برضو لما هحط ميتال في الاوستيوم دخول القسطره نفسها وخروجه ممكن يعمل ديستورشن للستنت. فيعني انا عشان كده ما حبيتش اغطي الاوستيوم، لان لقيت الليفت مين حتى الاوستيوم بتاعه فانل شيبد، يعني الاوستيوم بتاعه كان واسع قوي. فبس هو طبعا زي ما حضرتك بتقول، هو انا لو يعني انا لو غطيت الاوستيوم نفسه بتاع الليفت مين، انا طبعا هقلل الريسك ان يحصل ايج دايسكشن او ان انا انديوس نيو انتيمال هايبربليزيا عند الايج بتاع الستنت بروكسيم. حضرتك الستنت ديبلويد دي دايمتر كام يا مصطفى؟ دي حضرتك كانت ستنت 3.18. يبقى انت خدت الدايمتر بتاع الايه بتاع الديستال. ايوه خدت بتاع الديستال باي اوبتيمال اوبتمايزيشن. بقى بعد كده حضرتك اخدت بالونه، اخدت بالونه دي كانت بالونه حضرتك 5.8 ان سي. كويس 5.8 ان سي دي كبيره شويه على الجايدنج 6 فريش. دخلت معاك بسهوله ولا؟ لا حضرتك دخلت معايا بسهوله جدا، يعني حضرتك هي كانت صعوبه وانا بدخلها بعد كده لما استخدمتها تاني. ايوه بالظبط، عشان كده بقول اول دخله ليها ما كانش فيه مشكله خالص. عشان كده الناس كتير بيحبوا if they are dealing with the left hand procedure to use a 7 فرنش femoral بالنسبه لنا، وبعض الناس بيعملوا 6 فرنش شيسلس، بس انا ما بحبش قوي الحكايه دي لانها بتعمل سبازم في الريديا، ما بيستحملش الحاجات الكبيره. هو طبعا زي ما حضرتك قلت، هو لو كان حصل كومبليكيشن في الحاله انا كنت هضطر اقلب على طول بيل اوت femoral approach، او كنت هضطر ان انا اطلع خالص واركب شيس 7 فرنش ريديا عشان اكمل البروسيدجر. بس هو طبعا ربنا ستر ان هي الحاله كملت يعني هو بالسنجل ستنت تكنيك. يعني ان ساتش كيس لو 5 فرنش لو انت قصدي 5 مليمتر ستنت اف يو نيد كيسينج ات ويل بي فيري ديفيكلت. فاهمني؟ انا بقول يا جماعه التكنيكال بوينت عشان الناس تبقى عارفه. فايز يوجوالي ليفت مين بروسيجر وانت شايف ان هو ليفت مين كبير، يستحسن ابعد عن الشر وغني له. يعني ايه ب7 فرنش انت رايح نفسك. لو ربنا ستر طبعا ان 5 فرنش ما احتاجتش معاها قسطره ثانيه، والا فعلا كنت يعني هتبقى في يعني موقف صعب يعني. بس الحمد لله هو ده بيرز البوينت بتاعت التطبيق او البراكتس اوف بيركوتينيوس انترفينشن اللي بيقارن ما بين الراديال والفيمورال. يعني ديفينتلي الفيمورال للاوبريتور اسهل مفيش كلام، وبتهيألي دوت اوت واي الادفانتج بتاعت ان المريض يبقى مستريح ويقدر يقوم يتحرك بعد بتاع. لان انا المهم ان انا تو كومبليت ماي جوب من باقل قدر ممكن من المشاكل. فالفيمورال ابروتش في حاله زي دي كان ديفينتلي هو الفيرست تشويس لو كنت انا في مكانك. ادرش الفيمورال ابروتش بعد حضرتك ما عملت بوت لا انا كنت عايز توريني البوت ده فين كده مصطفى معلش. اللون الخامس فكانت الاستراتس مفتوح. بعد ما عملت حضرتك الكروسنج فتحت الاستراتس على الريمس ببالونه 2 قصير، وبعد كده اخذت ان سي 3 بعد ما عملت الكيس ده كان الشكل الفلو بالنسبه لي في الريمس كويس ومنتينت. وبعد كده دخلت فتحت الاستراتس برضو على ال سي اكس وعملت كيسنج ال اي دي ال سي اكس. ال اي دي ببالونه 3، ال سي اكس كان ببالونه 2.75. بعد ما خلصت الكيسنج ده خلصت البروسيدور بتاعي ببوت مره ثانيه علشان اريستور النورمال فيسل كونتور بنفس بالونه 5.8. وكان حصل حاجه في ال سي اكس؟ لا حضرتك انا بس حضرتك بفتح الاستراتس عشان لو احتاج انترفينشن بعد كده يبقى انا بالنسبه لي سهل. والله بص بقى اسمع بقى يا مصطفى، بصراحه طبعا دي نقطه كونترفيرسيال كده زي خلاف الفقهاء في الدين، واخد بالك؟ يعني كل واحد بيجتهد كده. في ناس تقول لك لا يا عمي اذا كان الاوستيوم بتاعه سليم اساسا ال سي اكس هو كبير، انا العب فيه واجيب له انديوست اثروسكليروزز بعد 6 شهور ولا حاجه ليه؟ واخد بالك؟ وده طبعا القاعده اللي احنا عارفينها، فتنه نائمه لعن الله من انقذها. وانا الراي ده بمشي عليه، وعندي حالات كده كتير انتهيت ببوت تكنيك فقط لا غير من غير ما افتح الاستراتس،
لانه مفيش ما كانش في حاجه كومبرومايز تو ذا اوستيوم والنتيجه حلوه جدا لا سيما في اللارج فيسل زي ال سي اكس. النقطه الثانيه عايز اعلق عليها تكنيكال, يو شود دو كيسينج باي ذا سيم دايامتر اوف ذا ستنت. خلي بالك بقى من النقطه دي, يعني انت عشان كده شفت بقى كلام اللي الدكتور احمد قبل كده, ان ساتش كيس لو هتعمل كيس لازم تعمل 5 بلس قصادها يعني في الناحيه الثانيه الدايامتر بتاع 2.5 او 3 سواء كان في ال سيكس او في الايه او في الانترميديت برانش. يعني يو دو نوت دو كيس وذ ا سمولر سايز بالون, لان انت هنا بتعمل كيس ليه؟ لانك بتوبتمايز شكل الستنت بعد ما اتفتحت الاستراتس, والاستراتس طبعا ديفرت اتفتحت جزء منها في الليفت مين, وبالتالي جود بوت كويس, لكن جود كيسينج شود بي دان باي ذا سيم سايزد بالونز اوف ذا ارتري. بليز نوت ذس نوت مهمه بالنسبه للتكنيك بتاع الكيسينج. طب هو حضرتك انا كان الكيسينج هنا ال اي دي وسيرك, يعني اقصد انا حضرتك البالون الخامسه ما كانش هينفع ادخلها في ال دي, انا عملت ماشي بس انا رايي انك انا رايي انك انت ما كانش فيه لازمه اطلاقا انك تعمل كيسينج بالنسبه لل 6. بالنسبه للانترميديت برانش او الريمس دي نقطه, يعني بعض الناس بيقول لك اعملها وبعض الناس لك, وبعض الناس بيقول لك زي ما انت معاك ايفا اسمه ايه ده او سي تي, ما تدخل في الاو سي تي وتبص على الاوستيب از ات ريلي كومبرومايزد ولا لا, فاهمني؟ يعني انت بنقول الكلام ده عشان ما عندناش, لكن دلوقتي انت عندك, يعني if I were you او زي التعبير الانجليزي if I were in your shoes I would have ended by OCT بدل ما نعمل كل شويه كيس كيس واقعد اغلب نفسي. طب راي حضرتك بالنسبه لللونج تيرم اوتكم, يعني انا لو البيشنت بطل الانتي بليتليت كويس, هل ده مش هيزود الريسك بعد كده للاني ستاند ثرومبوزز لو انا ما فتحتش الاستراتس؟ لا لا مفيش حد قال كده خالص, ما حدش قال كده خالص. هو كل الفكره فيها انك انت لو هو حصل له كومبرومايزيشن, هي دي اللي فيها الكلام. أيوة. انما لو ما حصلش كومبرومايزيشن يو مايت نوت ايفن دو كيسينج, ودي نقطه زي ما قلت لك نقطه خلافيه بين فقهاء الكارديولوجي, هل فعلا كل حاله تو اند اب باي كيسينج وبوت ولا بوت كفايه؟ انا شايف الايفيدنس ماشي مع بوت اكتر, وقادر احنا عارفين من زمان يا جماعه, خلي بالك برضو والدكتور احمد طبعا عارف الكلام ده كويس, ان انت يو دونت اريتيت حته كويسه, مش كده يا دكتور احمد؟ راي حضرتك ايه؟ انا يعني في الانترفينشن ده the least intervention possible. صحيح. طيب نيفر مايند, ورينا الفاينل كده اذا كان خلصت كده. حاضر. دي حضرتك انا قلت اعمل او سي تي ران. كويس. وطبعا الانترميديت برانش فيه كومبرومايزيشن شويه, لكن من غير تشست بين ومن غير تشينجز, وده كان متوقع زي ما قلنا في الاول ان الانجل فيري نارو والال سي اكس معقول, والستنت هنا حضرتك باين فيها قبل ما الصبغه تتحقن باين قوي فيها الافكت بتاع البوت, وان الاستراتس بتاعتي مفتوحه على السايد برانشز قبل حتى ما الانجيو, يعني قبل ما الكونتراست يتحقن. انت كده الستنت سايز وينت اب فروم 3 ملم تو 5 ملم كده, اي بي, ودي حاجه نادره شويه, يعني معظم الستنتس كان جو 0.5 وشويه 1, لكن 2 دي الحقيقه فعلا نادره قوي, 2 ملم ابوف نادره قوي من الستنتس اللي تطلع 2 ملم. خلي بالك ان هي ممكن تطلع معاك, لكن ويل بي ديسربشن اوف ذا دراج اتسلف اللي موجود, بلس الاسترات ابييرنس وشيب بيختلف تماما وبيبقى ديسربتد لو كانت الستنت مش معده ومجهزه لايرلايز الى لارج سايز. وهي دي حضرتك الميزه بتاعت السير جنريشن روتنج ستنس اللي هتنزل مصر مؤخرا, يعني او اللي في بعضها موجود دلوقتي زي الاونكس وزي السينرجي. هي الوحيده اللي موجوده اعتقد هي الاونكس والسينرجي برضه يا دكتور احمد, والسينرجي الدب. وبقول لك الالتي ماستر مش كده, الالتي ماستر, لا الالتي ماستر مش كده, والزاينس اكسبيديشن اللي في مصر مش كده برضه. الالتي ماستر والزاينس يطلعوا 1 ملم, هي حضرتك 1 ملم اعتقد 1.2 ماكسيمم, بس اكتر من كده ما تطلعش. الاونكس ممكن تطلع. اوكي. طبعا مهم جدا يا جماعه عشان الناس اللي بتشتغل ما يدخلش داخل هات يا عم الحاج هات اي ستنت يلا هواي ماشي نفسك, لا طبعا انت عارف ان داخل فين بسايز 5 ملم, شود نو هاو تو ريتش ذس سايز, والا هتبقى ساب اوبتيمال في الليفت مين وحولته حضرتك الى ليفت مين ديزيز بدل ما كان ال دي. دي حضرتك صوره الاو سي تي, حضرتك سامعني؟ سامعني. دي حضرتك صوره الاو سي تي للال دي, الستنت عندي حضرتك ولو بوزد فولي اكسباندد, هي كمان اوفر اكسباندد
طلع معايا اكسبانشن 130% وكان معايا مين دايمتر كان وصل ل 348 لان انا برضو كنت قلصت شويه عليها بالان سي بالون. فالديستال يعني الستنت عندي از فولي اكسباندد ويز نو ايج دايسكشن. دي صوره ثانيه حضرتك بتبين ازاي الاستراتس بتاعتي مفتوحه على الريمس انترميديس. الاستراتس بتاعتي مفتوحه وبوزد على الاوستيوم بتاع الريمس وان الدنيا بالنسبه لي مفتوحه تماما. ودي كانت اخر صوره زي ما حضرتك شايف هنا على الشمال الدوت الحمراء. ودي كانت الفاينل اوت. انا متهيألي دي اول حاله اوستين قدمها اسامه ولا ايه؟ اول حاله نشوفها اوستين. دي هتتحط لاند مارك باسمك يا عم مصطفى. كتر خيرك يا دكتور احمد، ده شرف لينا. لكن انا هسالك سؤال بس قبل ما تمشي يا مصطفى. طبعا الحاله كويس طبعا مع طبعا الحاجات اللي قلناها انا دكتور احمد بيه طبعا تؤخذ في الاعتبار لان طبعا زي ما انت شايف كلنا بنتعلم مش عيب ابدا يعني. بس اسالك سؤال، وانت بتعمل اوستي ما لاحظتش اي كومبرومايزيشن زي ما باين في الانجيو يعني على الاوستيوم بتاع الانترميديت برانش صح ولا ايه؟ لا حقيقة ما لاحظتش خالص، ما كانش في اي كومبرومايز على الاوستيوم بتاع الريمس ولا على الاوستيوم بتاع ال سي اكس. مع ان في الانجيو كان باين في الانجيو دكتور احمد صح؟ كان باين شويه كان في هيزنس كده. وانا حاجه عملتها عشان اطمن كمان ان ما كانش في دايسكشن، بس لا ما كانش في حاجه. على العموم هو طبعا الكلام ده بيوافق الريسيرش اللي اتعمل على ان مش كل كومبرومايزيشن بتبان في الانجيو تساوي ريل كومبرومايزيشن على مستوى الاوستيوم بتاع السايد برانش، وان كتير منهم بيبقى كارينه شيفت راذر ذان ديفينيت كومبرومايزيشن باي بلاك شيفت. ايوه. سؤال اخير يا مصطفى. اتفضل تروح. تفتكر ده هتبقى تكلفته قد ايه في مصر يعني؟ تكلفته حضرتك لن تقل عن 18,000. والايفس بكام تقريبا؟ الايفس حضرتك بنعمله دلوقتي في حدود 11. فرق كبير برضه. بس هينزل حضرتك، هو في منافسه بينهم ويعني الترند دلوقتي او تي مش روتين. هم الجماعه اللي طبعا الشرق الاقصى بيحبوا الايفس جدا اللي زي كوريا والصين وكده يعني بيحبوا قوي، واليابان او سي تي يعني طبعا موجود ولكن ما هواش طبعا منتشر قوي. واكثر حاجه ليميتيشن اتقالت فعلا مصطفى قالها ان انت يو نيد كونتراست سلاين عشان تشوف، وبالتالي كونتراست لود رايز ستيبلي لو كان العيان عنده كومبرومايزد رينال فانكشنز. صح بالظبط زي ما حضرتك قلت. صح. والروتابليتور بكام يا مصطفى؟ الروتابليتور حضرتك ما بين 35 ل 40. ده اللي هو يعني البير الواحد، يعني البير الواحد 35,000. البير الواحد لو عايز عايزه بقى يعني سبحان الله. هو زي ما حضرتك قلت دكتور احمد، هو كل واحد يختار الحاجه اللي هي يقدر يشتغل بيها. مش قادر والعيان مش قادر يعمل كابتس، يعني عايز تعرف تفيد العيان بكل النواحي مش بس ميديكال لكن فاينانشال ايضا، يعني تتقاس مظبوط. مش كل واحد يحتاج ايفس ولا كل واحد وستي ولا كل واحد البير بتاع الاثريكتومي يعني. ولازم يا اسامه وبرده الناس يبقى سامعانا، الريسورسز لازم تبقى محسوبه على الاقل في بلدنا. الريسورسز دي لازم تبقى محسوبه. انا جالي تقرير او ملف متحول لي من في التامين لمريض عنده مالتي فيسل ديزيز وعامل ستنس قبل كده ومحتاج انترفينشن. الحقيقه انا شفت الفيلم لقيته سيرجيكال كيس، ادي نمره واحد. نمره اتنين الراجل اللي كان كاتب التقرير دوت، هبقول لك بعدين مين هو اللي كان كاتب، كان قال نعمل له انترفينشن على اكمو. يا حلاوه. يا حلاوه فعلا. والله يعني مش معقول يا جماعه كده، مش معقول. انا عمري ما، اولا الاكمو ده ما هواش الفيرست لاين عشان تعمل سيركيولاتوري سبورت. صحيح. الاول الامبيلا والثانيه الليفت فنتريكل اسيست ديفايس، وبعدين ممكن افكر في الاكمو لو كان العيان ده محتاج وهو على رينال داليسيس ريجولر. طب ما يعمل الانترفينشن ده لو كان هو عاوز يعمله
ويعمل له غسلة قبل وغسلة بعد يغسل عادي. إنما إيه ده؟ صحيح. إيه ده؟ وإيه الفكر ده؟ فيه قصور في المعلومات الطبية حتى. يعني استعمال الإكمو هنا مش إنديكيتد خالص، مش هو أول حاجة. لو كان عاوز يسابورت الليفت فنتكل أو عاوز يسابورت السيركوليشن، مش الإكمو أول حاجة. فمعرفش يعني البراكتس عاوز ضبط وعايز رقابة وعاوز متابعة، وإن دايماً الواحد يبقى حنين على البلد الأول وعلى العيان. طبعاً ما بنقولش حاجة، لكن مش كل أطلب إكمو عشان أعمل انترفنشن يا جماعة. والراجل سيرجيكال كيس بقى بالحقيقة الليفت أنتيريور ستاندينج بتاعه حقيقي فيه مشكلة بروكسيمال وبيت سيجمنت، لكن الديستال بارت جرافتابل جرافتابل، ما يعمل جراحة. إيه ده؟ هو التأمين حضرتك، التأمين طبعاً هنا هو بيرشد إن واحد هيظهر لك مشكوراً يعني، والناس اللي هم عندهم انتجريتي في البروفيشن هم دول اللي هي حائط الصد ضد الحاجات الاوفر اللي من غير لازمه. اه هبقول لك انا مين اللي كاتب بس بعد ما نخلص هبقول لك. حاجه تزعل والله. طيب الحلقه الثانيه بيه خلاص. اوكي اه مصطفى احنا بنشكرك وبقول لك ميرسي يا دكتور احمد، شكرا لحضرتك. هنسجل الحلقه ديت ان انت في يوم 15/9 اول حلقه او سي تي في اسم القلب تقدم من مصطفى عبد الله. بره يا بره مصر معلش هورانا يعني وتعلمنا صح. منها برضو شويه صح. ربنا يخلي حضرتك. شكرا يا مصطفى. العفو دكتور سام، بعد اذن حضرتك. اتفضل احمد يحيى معاك. لسه بيجرج ولا ايه؟ موجود مع حضرتك. طيب يا ابو حميد بسم الله. مصطفى مصطفى مشيت ليه؟ مشي تالي احمد مصطفى معاك يا فندم. ايوه مصطفى عبدنا مشي يا احمد. هو بس خارج يا فندم، كان معاه تليفونك لسه ما مشيش. طب بس لما تشوفه قول له يبقى يكلمني، انا عايز يبقى اتصل بيا. حاضر يا فندم، تحت امر حضرتك. طيب شكرا. صباح الخير دكتور احمد، دكتور اسامه، دكتور نبيل فرج. انا اي سيليكتد ذيس كيس توداي منتهزا فرصه وجود حضراتكم، يعني انا يعني الحاله بحيث ان نسمع الفيدباك من اساتذتنا ونستفيد ويبقى الديسكشن فروتفول ان شاء الله. ذيس كيس واز فور ان ايلدرلي ليدي 72 years of age diabetic over the past 10 years hypertensive presented with acute pulmonary edema to one of the coronary care units. Her ECG showed ST segment depression in all chest leads with some atrial extrasystoles. Bedside echocardiogram showed left ventricular ejection fraction 40% with normal left ventricular dimensions, grade 2/4 mitral regurgitation, left ventricular diastolic dysfunction grade 2, pseudonormal filling, sclerocalcific aortic valve with peak pressure gradient can 18 millimeter mercury, regional wall motion abnormalities at rest in the form of severe hypokinesia of the apex and the... طيب عايزين بس احمد دايما بنحب نحط كده كلام على كلينيكال، هل البيشنت كانت شوكد ولا لا مثلا يعني، وهل انت كنت سامع حاجه سيستوريك ميرمر مايتر ريجرج ميكانيكال يعني او في اس جي اس ار؟ لازم تدينا الامبريشن ده قبل ما نخش نكمل. تي كي ام بي بوزيتيف اليفيتد. هو مش سامع يا استاذ، عايزين نكلم الكلينيكال ده. اه ارجع لما يرجع لك الصوت رجعه. احمد ايوه فندم. احمد اتفضل. احمد يحيى سامعني؟ اتفضل سامع حضرتك. انا بتكلم على احنا دكتور احمد طبعا لازم ايه بننتمي نفس المدرسه اللي هي المفروض يعني كلكم تبقى معانا فيها، وهي الاهتمام بالكلينيكال. انا عايز اخد الكلينيكال امبريشن اوف ذيس ليدي ان بالمري ديما، يا ترى كانت شوكد ولا لا، يا ترى كان اذا كان فينوس بريشر ابيرنت، واذا كانت في عليها ميرمر تكون حاجه ميكانيكال من الاول. سامعني برضو؟ سبحان الله. مايلد بيدل لور لينب إديمة حاجة بسيطة كده، لكن البالمونري إديمة
خدت over about 24 hours time حصل almost complete أو reasonable resolution of the pulmonary edema. كان اسمه عليها mitral regurgitation. تفضل يا فندم. أنا بالضبط أنا كنت أقول لك إذا ما كنت ما سمعتكش مسموع mitral regurgitation ده ممكن طبعا يفسر لك why she is in pulmonary edema less than with ejection fraction of around 40% that denotes يعني moderate LV dysfunction وليس severe لكن ضغطها كان كويس يعني ضغطها كان كويس هي كانت pulmonary edema with مش شوكت ولا حاجة بالعكس كان طبعا بسبب pulmonary edema كان blood pressure كان on the higher side يعني كان 160-90 ويعني البيشنت كان اتعمل لها بيت سايد ايفو وشوت الفايندينجز سامعني حضرتك؟ سمعت كان في شوت ايكو كده بس البيت سايد ايفو وشوت ايسو اتفضل كمل اسال يا فندم اتفضل لا اسالك الاي سي جي بتاعها كان في استيليفيشن ان اي في ار ولا لا؟ لا ما كانش في ST elevation in AVR كان في ST segment depression في precordial leads وكان في extra systoles atrial mainly atrial extra systoles وتاكيكارديا sinus tachycardia ما فيش pain خالص ما فيش chest pain لا طبعا في وجود يا فندم الديسنيا بقى كانت يعني الديسنيا هي الماسكينج القصه يعني shortness of breath هي اللي كانت الدوميننت symptom طيب ودي خدت 24 ساعة فارماكولوجيك تريتمنت تو ستابيلايز الصوت مش سامعك رحمة حضرتك سمعنا كده؟ دلوقتي سامعين يا دوبك تمام كده كويس تمام اوكي شال اي بروسيد اوكي يعني هحتاج رايح اسالك انت الاول عملت ستابيلايزيشن للبيشنت بتريتمنت لمده يوم هو البيشنت يعني طبعا انا شفتها بعد المرحله دي لان بعد. بعد المرحله دي هي البيشنت اتحجزت في وان اوف ذا سي سي يو فاسيلتيز وكان ليها البرايمري فيزيشن بتاعها وكل ده انا يعني ما حضرتوش فعليا انا ما كنتش الدكتور بتاعها وبعد كده البيشنت التروبونين بوزيتيف والكاردييك انزيمز كانت اليفيتد فهي كانت دايجنوزد از بينج نون اس تي اليفيشن مايوكارديال انفاركشن بعد الاستابيلايزيشن والاورثوبنيا بقت ريليفد she could lie flat next الاوبريتور بتاعها عمل لها الكورونري انجيوجرام اللي قدامنا ده اللي قدام حضراتكم واللي دي في طايت ميد سيجمنت ليجن وواضح برضو ان هو هيفيلي كالسيفيك ده في الكودال فيو وده في الكرينيال فيو الحقيقه الليفت سيركمفلكس كان فور جيفنج بالنسبه لنا والرايت كوروناري كان بيملى هنا ريتروجريدلي فروم ذا ليفت سيستم ال ال دي في ليجنز اب تو اتس ديستال 1/3 يعني الاناتومي مش مفزع ايوه يا فندم مظبوط مع حضرتك حق الاناتومي مش مفزع لكن برضو احنا وي اكسبكتد تو سبيند هارد تايم لو هيتعمل لها انترفينشن فيا بي سي اي بسبب الكالسيوم مينلي يعني برضو الحالات اللي هي زي كده في البروكسيمال ال دي هي دي الحالات اللي بتبقى سيلكتد مثلا فور روتابليشن ساعات في الورك شوبس اللي بنعملها في عين شمس الجامعي هنا عندنا والفانكشنز كانت يعني 40% باي ايكو ف ده كان الانجيوجرام اتفضل انا ليا راي ثاني في حته اللي دي هو الكالسيوم انا مش شايفه قوي يعني انا شايف دي ثرومبس الهيزنس دي تمشي اكتر مع الاكيوت كونديشن اللي عندها ان هي باينه فين يا فندم اللي هي باينه ثرومبس اللي هي
في هيزنس في الـ في الالي دي في عند الليجن نفسه من الاول هنا. ايوه اعتقد دي تمشي اكتر لتفسر لك الاكيوت ديتيريوريشن اللي حصل، لان الار سي ده سي تي او وهو دوميننت، فايت سبلاينج ا لارج اريا اوف ذا مايوكارديوم اند انفيرولاترال وول، بينما الال سي اكس مش دوميننت، فيا دوبك الال دي كان شايل الدنيا انتيريرلي، فلو حصل له ثرومبوزس لايك ذس سيجمنت ذس از ذا اكسبلانيشن اوف هير انستابيليتي اللي حصلت في الاكيوت اتاك. اي اجري وذ يو فندم. كالسيوم ايه الثرومبوزس ده، فده ممكن يكون الباثوجينيسيس اللي ادى الى الكلينيكال انستابيليتي اللي حصلت والبرزنتيشن باكيوت بالمونري اديما. لكن ال دي الحقيقه ما فيش هيلثي زون لحد يعني حتى في الميد سيجمنت لحد الديستال هنا. نيكست. ده الليفت كرينيال فيو حوالي 23 كرينيال مع 23 ليفت، والرايت كوروناري برضو it seems ان هو بياخد ريتروجريد بيرفيو. في حالة تانية في الار سي ايه يا احمد؟ احب اسمع تعليق حضراتكم. لا انت كده حقنت في الكونس برانش مش في الار سي ايه. هو الار سي ايه ده كونس برانش يا احمد اللي حقنت فيه ده، الار سي ايوه باين من تحت كده وهو توتال، واضح ان هو كمان فيري تايني فيسل. لا مش هيبقى تايني على فكره، لان ال سي اكس نون دوميننت يا عم، ات شود بي دوميننت. ال سي اكس كبير عند البيشنت. لا لا كبير بس مش دوميننت، مش بيدي بوستر. بص كده مش بيدي البي دي اي. بص ال سي اكس هنا في البوستيريرلي مش بيدي، فالار سي از ان امبورتنت ارتري بالنسبه لها. تمام. ديسيجن يعني برضو لحد هنا انا ما كنتش جزء من الحاله. البيشنت خرجت بعد الانجيوجرام ده فور كونسلنج وفور ديسيجن ميكنج، علشان هو كان الكوليج ده شاف بقى ان هي شاف ان ايه؟ لسه في حاجه في الصوت. الصوت راح. يعني وكانت هتبقى تكنيك شكلها ايه وهاو ميني ستنتس؟ ليه بقى؟ يعني انا مش فاهم البربلكس جاي منين يا ريح. يعني قصدي حضرتك برضو هي يعني انا متهيألي ديت ما هي السيرجيكال كيس ولا الصعوبه، يعني مش فاهم ازاي، يعني ايه الفكره، يعني اللخبطه جايه منين؟ يمكن هو ما سبب يعني. قصده كده يعني. قصده ان هي ار سي توتال ودوميننت، فهنا ان بتوين فيها ديستال ليفت مين وفيها ال دي لحد يعني مفيش هيلثي سيجمنت لحد الديستال 1 ثيرد. يعني انا متهيألي ان هو ال دي شكله جرافتبل يعني. ما هو عشان كده هو عرض الكابج رقم واحد فعلا وانتظر شويه وحوالي سابها في الرعايه حوالي مثلا يعني فيو اورز تقريبا مش كتير يعني. لا انا سؤالي ان هو البي دي اي بتاع الرايت كورونري كان باين كويس ان هو ياخد جرافت ولا ما هوش؟ انا ما شفتوش كويس على فكره الحقيقه. هو محاولاته في حقن الرايت كورونريز، حقن الرايت كورونري ما كانتش يعني ناجحه قوي، لكن هو كان نون سيلكتيف انجكشنز وبيبان الرايت كورونري حاجه فين، وهو واضح ان هو توتال يعني. هو واضح ان هو توتال. طب ومن الناحيه توتال ماشي، لكن الليفت سيستم ما كانش بيدي ريتروجريدلي للبي دي اي بتاع الرايت كورونري. الليفت سيستم كان ال سي اكس بيشارك في البي دي اي زي ما دكتور اسامه بيقول لك ان مش مدي البي دي اي سول يعني مش مدي البي دي اي لوحده، لكن الليفت سيستم بي دي اي حلو اهو. السيركمفلكس كان فيسل كبير، والحقيقه هو ده كان الفيسل الهيلثي الوحيد يعني تقريبا. ايوه
هنا باين ان هو بيدي فعلا. لكن ال دي في مالتيبل كريتيكال ليجنز، في عندنا ديستال ليفت مين، وزي ما دكتور اسامه ودكتور احمد يعلمونا الجزء الفالفولر، حتى الشادو بتاع الاورتيك فالف باين هنا في الحقنات اللي كان سكليرو كالسيفيك، لكن برضو ما كانش عليه سيجنيفيكانت جريدينت سيستوليك جريدينت. الاورتيك فالف باين في اكتر من فيو، بس الليفت مين هنا مش سيجنيفيكانت قوي يا احمد، يعني الديستال ليفت مين يعني it looks like 20% 30% حاجه كده، مش باين في الكرينيال يا فندم انها اكسنتريك بلاك، وواضح برضو ان هي يعني كالسيفيك اهي. و والله برضو 30% مش امبرست قوي ده دكتور احمد. حتى انا موافق ان هو ما وصلش 50% ده. يعني هنا هو مثلا هنا هنا شكله مزعج شويه تيوبولر شويه. يعني قصدي السيرجيكال اوبشن هنا كان موجود الصراحه بقى، على يعني لما نشوف البروجكشنز على بعضها كده. ايوه السيرجيكال ريفاسكولاريزيشن اوبشن شود بي سجستد، يعني سجستد طبعا يا فندم. والهارت تيم هو عرض الاسطوانه على الجراح والبيشنت يعني ريفيوزد تماما نظرا للايج. العيان رفض تماما بتقول صوت مشكله ريفاسكولاريز هير باي بي سي اي، الرايت كورونري مش هيبقى تاتش خالص، وال ال دي ليفت مين ممكن ان هو يتعمل فروم ديستا. طيب ده جزء البي سي اي، كنا بنحاول نبقى as short as possible عشان برضو الكرياتينين بتاعها كان 1.5، فدي كانت guiding catheter اخترناها اكس بي 3.5 from the radial approach، لان كنت الان برضو لو حصل congestion on table كان هيبقى الريديال ابروتش هنا مور فور جيفنج بالنسبه لي، واقدر اقعد العيانه او حاجه زي ال ال سي اكس. وبعد شويه ترايلز الحمد لله وي مانجد ان الواير يباص في ال LED. نوع ايه ده الواير؟ الواير ده PT2 moderate support. الواير اهو دخل بنقل بسيطة لكن جنتلي بعد كده. الحمد لله الواير باركد في الديستال LED. استخدمنا بالونة 275-15. البالون تحاول تكراك الكالسيوم، هو طبعا كالسيوم ونطب عليه ترومبس فورميشن. نفس البالون وادي الديستال ليفت مين اهو البالونه فيه، والال دي واضح ان برضو ممكن يكون حصل هنا دايسكشن على البالونه او كانت الفولنربل بلاك اللي دكتور اسامه كان بيتكلم عليها لسه دلوقتي حالا. والال سي اكس الحقيقه يعني الزاويه بتاعته كويسه جدا وما كانش فيه مشاكل بخصوصه. خصوصا ان دي اكس بي والليفت مين في ديستال ليجن، فلما كانت القسطره ممكن تابروتش الليجن اللي في الديستال ليفت مين كان ممكن يحصل دامبنج في البريشر.
ده المنظر بعد التوسيع، يعني يبدو ان هو افضل، بس ال LAD لسه اول هيلثي زون كان التارجت بالنسبه لي هو ده. احمد سامعني كده؟ مش سامعني. المشكلة مش عارف اشمعنى حضراتكم في مشكلة في حضراتكم وقفتوا لحد فين؟ معلش انا اسف عشان اعيد من الجزء اللي فات. لا يعني انت عملت توسيع في الميت سيجمنت؟ ايوه والتوسيع في الميت سيجمنت بتاع ال LAD وسحبنا البالونه لحد البروكسيمال والاوستيا ال LAD وعملنا برضو كراكنج للكالسيوم بالبالونه، وده الديستال ليفت مين بلاك اهو، والبالونه ال 275 نفخنا بيها وقلنا ان احنا بن ميك كوشن ان الجايد ما تبقاش ديبلي انجيجد علشان تاتشنج البلاك بتاعت الديستال ليفت مين كانت بتخليها بيحصل دامبنج في البريشر. هو قرر كده ان هو يعمل ليفت مين مش كده ولا ايه؟ ايوه فندم. يعني انت بس قول لنا البلان بتاعتك يا احمد. البلان اللي هي فروم ديستال تو بروكسيمال ال اي دي ليفت مين بثري ستنتس، ثري لونج ستنتس، ده كانت البروفيجنال بلان. Provisional stenting of the left main في الاخر. Yes, provisional stenting صح. فده كانت البلان radial approach وتحضير ال LAD بالبالونز بالبالون inflations المالتيبل سيفرال inflations وبعد كده stenting ال LAD to left main بثري stents. ثري لونج stents. يعني تاخد ال LAD من تحت من تحت لحد ال left main. بالظبط. ده المنظر اهو، انا ده بسال بقى حضراتكم عليه، انا يهيأ لي اللي هو ان ده الجزء اللي كان التارجت بالنسبه لي. طب وليه خدته بقى كله؟ يعني خدته من لحد الاخر ليه؟ ما كنت تعمل الحته دي وتعمل الحته البروكسيمال مع الليفت مين وخلاص. صح فعلا كده. اللي كان عليه ديبيت هو ده اللي كان، يعني هل هو هيلثي ولا مش هيلثي، هل هو ينفع ان احنا ما نعملوش ستنتنج ولا لا، لكن هنشوف اللي حصل بعد كده. انا عايز اقول تعليق يا احمد. اتفضل اتفضل. انه من كليتشر بتاع الليفت انتيريور ديسندنج لازم نبقى ما نغلطش فيه، ده ديستال ليفت انتيريور ديسندنج، ده مش ميد سيجمنت، ده ميد سيجمنت اوف ذا ديستال بارت. البروكسيمال بارت اوف ذا ال اي دي الجزء ده الجزء ده ميت سيجمنت. ما هو الميت سيجمنت ده دي واحده هقول لك التقسيمه ازاي، الاناتوميكال تقسيمه من التيك اوف بتاع الليفت انتيريور ديسندنج لحد اول برانش ده بروكسيمال. سامع ولا مش سامع؟ انا سامع حضرتك. طيب يبقى بنقول من اول التيك اوف اوف ذا ليفت انتيريور ديسندنج لحد اول برانش يخرج سواء سيبتال او دياجونال يبقى ده اسمه بروكسيمال سيجمنت. من النقطه دي لحد التيرن اراوند ذا بالمري كونس يبقى اسمه ميت سيجمنت، بعد كده كله اسمه الديستال ال اي دي. تمام. عشان بس ايه ده الاناتوميك نومنكليتشر بتاع ده، يعني الحته اللي اشتغلت فيها تحت دي ده ديستال mid segment of the distal part of the left anterior descending. Distal part of the mid segment. صح كده؟ هو mid segment of the distal part. Mid segment of the distal part. Yes. ايوه كل ده ديستال. ما هو ده ديستال بارت أيوة. ده اول هيلثي زون اقدر الاند فيه هنا. صح. نيكست. الستنت جايه تعدي الحقيقه طردت الجايد لبره وما قدرتش انها توصل للجزء اللي هو اللي كان تارجت بالنسبه لنا ده. جايز بسبب الكالسيوم برضو ادد على كده طول الستنت. الستنت دي 275 في 48 زاينس اكسبيديشن اللي هو الكالسيوم. طب تمام 2.75 مليمتر ستنت
ولونج. خدنا another run of balloon inflations في الجزء اللي الدكتور احمد كان بيقول لنا عليه الديستال الديستال سيجمنت بتاع ال اي دي، وده الجزء برضو اللي هو في الديستال اب في الكيرفيتشر، والستنت هنا مانجد تو باس وبقت انفليتد سيفلي في الجزء اللي هو ده، بس على لو بريشر طلعت بيها يا دوبك على 8 ملم ميركري وسحب. طمنت ان الديستال ايدج كويس بتست، وخدت بالون انفليشن بالبالونه الطويله بتاعت الستنت في الجزء الميت سيجمنت اللي عند الكيرفيتشر. الديستال الحقيقه الفيسل كويس جدا، مفيش مشاكل عليه. حضراتكم متابعيننا مش كده؟ اكمل؟ اه بس الصوت بيروح ويجي. تمام، احنا الـ الصور حضراتكم متابعين لحد لما عملنا ديبلويمنت للستنت في الديستال بورشن وسحبنا البالونه بتاعتها، وانا كنت مقرر ان الجزء اللي هو اللي في النص ده مش يعني ده الجزء اللي في النص، انا كنت شايف ان هو مش جزء هيلثي ان انا اقدر اسيبه، يعني اقدر ان هو اسيبه واسيب جاب كبيرة في الجزء ده، لأن هو كان بالنسبة لي ليفت مين دايلاتيشن بري دايلاتيشن ببالونة الستنت. طبعا طول البالونه ده بيساعدك في القياس ان انت تعرف. مظبوط مظبوط، انا فعلا بقيس بيها وبوسع بيها وانا خارج. دي البالونه ال 2.75 ملم، وزي ما دكتور اسامه بقى كان بيقول في الحاله اللي فاتت في حاله مصطفى، انا هنا يعني اي الكتد ان انا اقف من الاوستيوم بقى بتاع الليفت مين، لان عشان كده جبت الليفت كرينيال بروجيكشن عشان يظهر الاورط الكسب. واضح هنا برضو كان في كالسيوم كتير في الجزء بتاع الديستال ليفت مين مع ال LAD، وكالسيوم على الاورتيك فالف. دي السكند ستنت جاي عشان توفرلاب بالظبط مع البريفيوس ستنت. عدت بسهوله دي؟ عدت بسهوله يا فندم، عشان احنا كنا حضرنا الفيسل حضرت بالبالونه اللي هي الكبيره بتاعت الدعامه، وزي ما قلت حضرتك كنا بنقيس بيها، فخدنا نفس الميجرمنت بالظبط، خدنا 48 بس المره دي 3.0 ملم ستنت باي 48 ملم لينث. عدت بسهوله فعلا وجاست اوفرلابنج مع البريفيوس ستنت على السني، جاست اوفرلاب. نيكست بتبقى انفليتد، واضح برضو ان في كالسيوم بيبقى ديسبليسد، وهنا بقى ابتدت البروبلمز تبقى انفايتد هنا. لحد هنا الامور كانت عاديه خالص. في نفخه الاوفرلاب ده من الواضح ان حصل ده نفخ الاوفرلاب، ده الاوفرلاب انفليشن. دي السكند ستنت البروكسيمال ايدج بتاعها. وانت نزلت بالبالونه تحت. بالظبط، ده البروكسيمال ايدج اوف ذا سكند. مش الستنت دي اكبر من اللي قبلها؟ انا زي ما دكتور احمد انا رجعت اخدت سبايدر فيو عشان اقيس بالبالونه وانا راجع واوسع بيها تاني، احضر بيها تاني. والديستال ليفت من هنا از جيتنج مور اند مور ستينوزد، يعني بيبقى بيوضح اكتر واحنا شغالين، وعشان كده بحرص ان الجايد ما تبقاش ديبلي ثروتد. عندك بيرفوريشن طبعا. عندي بيرفوريشن.
الجزء آه، طب انا عايز اسال سؤال تكنيكال بقى. اتفضل. لما تاخد ستنت اوفرلابنج سمولر ستنت يعني 3.2 مش كده على 2.75، هي 3 بالون دعامه 3 جوه دعامه 2.75. حلو قوي، يعني في حوالي 0.25 مليمتر فرق في ربع ربع ملي. طيب هل في هذا الوضع محتاج في الوضع اللي فيه كالسيوم دوت ان انت تجيب تعمل تنفق الجانكشن دي، ولا كان ممكن تكتفي بانك انت تجيب؟ لا كلام حضرتك سليم، هي اتس نوت ا ماست، وخصوصا ان الثلاثه هي اللي انفليتد ديبلويد جوه ال 2.75 بس. انا ما طلعتش على بريشر اكتر من 14 يعني، وفرق انا ممكن اخاف لو في فرق سايز كبير يعني مثلا 2.5 و3.5، لكن دي دعامه 2.75 والمفروض انها تبقى ماتشنج مع دعامه 3، فما كنتش يعني كانش عندي قلق كبير الحقيقه. بقى الان امتى لما يا بص يا احمد يا يحيى، انا الشغلانه ديت زي ما انت شايف اهو ده اللي حصل فيها الكومبليكيشن اللي انت حكيتها، هل هنشوفها دي؟ صح. لكن انا بقول الانترفينشن ده دي ليست انترفينشن بوسيبل، صدقوني يا جماعه. صح، كل ما نسيمبليفاي يبقى افضل، كل ما نستغنى عن ستيب يبقى افضل. لو قدرنا ان في ستيب تتعمل او ما تتعملش، لو ما اتعملتش هيبقى احسن اكيد، توفيرها هيبقى افضل، لان كل ستيب بتحمل حواليها ريسك وبتبقى فروض بالمشاكل ممكن يعني. ودايما كان الدكتور علي بيه رمزي يقول لك دي بيرفكشن اذ ذا انمي اوف ذا جود اوف ذا جود. طبعا يس يس. يعني وحتى برضو اساتذتنا هنا طبعا حضراتكم علمنا ان احنا ما نطلعش ابدا البالونه غير لما نتاكد بحقنا او بتست. فهي البالونه موجوده واحنا ساحبينها وفي السبايدر فيو علشان نقيس بيها ونوسع بيها، وموجوده وفي نفس الوقت بنحقن، ففوجئنا بالكريتر اللي حصل ده، وده بيرفوريشن. طبعا ده ايد العيانه شويه تشيست بين، عملنا برولونجد بالون انفليشن بالبالونه اللي هي اوريدي موجوده، احنا ما سحبناهاش عشان يبقى دايما لما بنسحب البالونه وندخلها تاني كل ده تايم كونسامبشن، وبيزود اللايكلي هود بتاعه ان البيرفوريشن ده يبقى هيمودايناميكالي سيجنيفيكانت. عملنا ايكو كارديوجرام ما لقيناش غير فيري مينيمال افيوجن، يعني يكاد يكون بيقفل في الدايستوليك فريمز في الايكو، والدنيا بقت ستيبل، البيشنت مش تاكيكارديك حتى والامور كويسه، والبالونه كانت انفليتد لفتره. وهنا كان طبعا الديستال ليفت مين هنا كان بالنسبه لي ان هو خلاص يعني استكمال البلان يعني. فبعد لما يعني اطمننا على موضوع على الجزء بتاع البرفوريشن، حتى هنا في الحقنه دي ما يبدوش ان في مشكله، دخلنا الستنت اوف ذا ليفت مين ال اي دي. حضراتكم متابعينا؟ سامعين، لكن انت مش حاطط واير في السي اكس. مظبوط، لانك هل هو لو مقدر لي ان هو الاوستيوم بتاعه يبقى كومبرومايزد، هل الواير ده هيمنع حاجه ولا مجرد ان هو بيبقى لاند مارك؟ لا، ان هو كده كده الواير هيبقى جيلد اندر ذا ديبلويد ستنت في المين ستريم. لا معلش، انت ساعه ما قلت لي مظبوط ما سمعناش حاجه بعد كده بقى. يعني انا سؤالي دايما ما اعرفش بفكر فيها ومش لاقي لها اجابه، مش انت لما بتعمل عند حضراتكم، لان انا ناوي اسال السؤال ده، هل ان احنا لو في السايد برانش كنا حاطين واير، الواير ده هيبقى يعني لو مقدر للسايد برانش ده ان هو الاوستيوم بتاعه يبقى بينشد مثلا، الواير ده هيمنع حاجه زي كده ولا مجرد انه بيبقى لاند مارك؟ لا انت مش انت لازم تحط تو بروتكت، احنا بنحط السايد برانش واير ده عشان تو بروتكت السايد برانش، تو بروتكت السايد برانش. ايوه انا قصدي حضرتك لو هو كان هيبقى بينشد مثلا، الواير ده ممكن ان هو يبقى اوبوزنج للستنت مثلا في حاجه اللي هي بتتحط في المين ستريم، بحيث ان هو يبقى يمنع البنشنج، ولا مجرد ان هو انا قلت لو حصل حاجه بقى في ظل البرفوريشن اللي حصل ده هيبقى بيل اوت وايرنج للال سي اكس بواير جديد من الاستراس بتاعت الليفت مين اللي دي. يعني انا اي بيك تو ديفر، انا ما دام بعمل كده في حاله زي دي فيها الكالسيوم ده وحطيت فيها الشغلانه دي وحصل لك برفوريشن، يو شود هاف بوت واير في السي اكس وتبتدي تشتغل.
يبقى لاند مارك، يبقى تعمل له ريكروسنج واتيفر يعني، لكن كقاعده لازم تحط سايد برانش واير لازم. كلام سليم. هدف وماركر. بصوا ممكن هدف الحاجه الثانيه ممكن ينفع كماركر، وممكن تعمل منه ريفرس كراش يعني، لو هو بقى خلاص الدخول بقى مستحيل ساعتها والسايد برانش مهم، تعمل ريفرس كراش وتعتمد ان المين برانش هو السايد برانش. اوكي، فهو طبعا البرفوريشن كان استابيلايزد، لكن وي ويل كم تو ذات ان ا مومنت. قلنا ان احنا نكمل البلان ونفيكس الليفت مين ديستال ليجن، وجبنا الليفت كرانيال بروجكشن علشان احنا لسه بنسحب الستنت اللي هي ثالث ستنت 3.5 48، بنسحبها على الاوستيوم. هنا اهو الليفت كرانيال بروجكشن مسته ان هو بيورينا الاورتيك كاسب، وزي ما احنا شايفين على الماوس كده دلوقتي، يا دوبك عشان بس الستنت ما تبقاش اوفر هانجنج. وده الكريتيكال ستينوزيس اللي في الديستال ليفت مين اثناء الانفليشن بتاع الستنت. واضح قوي هنا اهو. اه صح صح. فهنا الجزء اللي الاوبريتورز كان فيه ديبيت عليه، ان احنا نغطي الليفت مين لحد الاوستيوم ولا ان احنا نقف في نص الليفت مين. اتكلمنا يعني في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على النقطه دي، وانا اعتقد ان احنا دايما تو كفر لحد الاوسيوم، وما عادش دلوقتي زي ما قلنا في الميتنج هنا قبل كده ما مش لازم نخرج بره الليفت مين. دكتور احمد اه معلش هات لنا الجزء ده بعد اذنك. حضرتك بتقول ما عادش حد بيعمل ايه؟ يعني في في البودكاست ده قبل يعني اوفر تايم يعني بنتابع التكنيكس اللي الابديتس اللي بيحصل فيها، فكان دايما يقول لك ان انت تخرج بره الاوسيوم وتعمل فليرنج. الكلام ده اتغير شويه بحيث ان احنا نقف على الاوسيوم بس ما تخرجش بره عشان الاوفر هانجنج. بالظبط عشان الاوفر هانجنج دوت، وده اللي كان بيصعب الري انترفنشن تاني. صح. بيعمل مشاكل في الانتر، بيعمل نيو نيو اوستيوم. اوكي، وبعد كده ده الكرينيال بروجكشن، وكانت الستنت اوفرلابنج، وده كان ادي بقى هنا جينا نطمن على البرفوريشن لقيناه موجود اصعب من الاول، والباثولوجي بتاعه كمان سترات فراكشر. سترات فراكشر كان اكتر، انا شايفه اقل ولا ايه؟ اه لا 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 طبعا ده اكتر. اه ده من كذا حته كمان. ده الزوم ان عليها نفس الفيو اللي فات. ده من ده الفراكشر او في جزء من الستنت اللي هي كانت 2.75 اتفتح لبره بسبب ان في كالسيوم حصل له رابتشر هنا، كالسيفيك بلاك رابتشر. هي المشكله من ساعه ما انت عملت انفليشن للاوفرلاب. دي بالونه بنحاول نسيل بيها البرفوريشن، عملنا بيها برولونجد انفليشن. وبنحاول نكون واقفين جاست بروكسيمال للسبيلنج او للبرفوريشن. وده برفوريشن تايب 3 اللي هو يعتبر بيحصل له سبيلنج او اكتيف اكسترافازيشن. دكتور اسامه حضرتك معانا؟ لا اسامه مش موجود. دكتور احمد حضرتك متابع؟ انا معاك. اوكي، برولونجد بالون دايلاتيشن، انفليشنز هنا بقى متكرره، والحقيقه الكريتر بيزيد هنا. الهيمودينامكس بتاعت البيشنت ما كانتش يعني وحشه، كانت ستيبل لحد دلوقتي، والايكو
بصينا بالايكو برضو ما لقيناش سيجنيفيكانت بيرفيوجن سيجنيفيكانت افيوجن بحيث ان هو يبقى تابت. والديستال فيسل الحقيقه يعني شكله كويس، هو بس لولا البرفوريشن اللي هو بيعمل اكتيف جيت في البريكارديوم ده، هو ده اللي كان يعني يعتبر بالنسبه لنا دلوقتي ده الميكانيكال كومبليكيشن اللي حصل. ما هي انت يو انفايتد ده ياتروجينيك بالهاي بريشر جانكشن انفليشن. هو ما كانش هاي بريشر، ده كان على 14 والفرق ما بينهم بس كان ربع ملي. فالمفروض ان 14 ده مش هاي بريشر، ما هو ده هاي بريشر يا احمد. تمام، ده البرولونجد بالون انفليشنز في الجزء الفيل كيرفيتشر بتاع ال اي دي. وده بعد الحقنة دي اخترنا بقى ان خلاص لازم دلوقتي يبقى في حل راديكال للموضوع، فجبنا الجرافت ستنت اللي اسمها بابيروس. عايز اوري حضرتك بس الصوره وهي دخلت بسهوله دي. لا هي ناشفه شويه، هي حضرتك بتشوفها دلوقتي بتدخل از بينج اهي، بتدخل يعني بشويه ريزيستنس اهي، وعايزه شويه الاينمنت من الجايد اهي، لسه اهي البروفايل بتاعها ناشف شويه اهو، عدت في الاخر. دي دي يا فندم 3 في 21 ملم، هي دي بتاعت شركه بايوترونيك. هي عيب الجرافت ستنتس عموما ان هي بتعمل حاجه اسمها دايمتر ريدكشن، لان هي بتبقى الستاندرد ديزاين بتاعهم ان هم بيبقوا تو ستنتس وما بينهم الجرافت. لكن الستنت دي البابيروس دي بقى المفروض ان هي ميزتها ان هي بتبقى الستنت وعليها من بره الجرافت. الجرافت بتبقى حاجه اسمها بوليوريثين ممبرين، ودي بتغطي الستنت من بره، من بره بس، فبتعمل سايز ريدكشن اقل. والميزه الثانيه يعني بتعمل ليومينال ريدكشن اقل، والميزه الثانيه الفلكسبيليتي عشان ما تبقاش تو ستنتس وما بينهم الجرافت، بتبقى يعني البروفايل بتاعها اصعب. وسيلد بيها البرفوريشن اهي، اتس بينج ديبلويد ناو، اديكوت سيلينج للبرفوريشن. الجزء اللي فوق ده من الجزء هي كده خلاص كومبليتلي سيلد الحمد لله البرفوريشن كده كومبليتلي سيلد. لو حضرتك برضو يا ريت كومنت على الانجكشن نفسه. انا كنت شايف ان في يعني كذا حته خارج منها ال ما هو احنا بالتدقيق هو كان يعتبر يعني ممكن نرجع للي حضرتك بتقوله ده، هو يعتبر كانوا يعني هم متجمعين في حته واحده بس بعد كده باكسترا فازيت بقى على هو الجزء ده اللي فيه استرات بعد كده بقى زي الفولكينو كده تمام. احمد هي بكامل بابيرس دي بكامل غاليه جدا، غاليه جدا للاسف، ويعني يعني اتحملتها يعني، فدي كانت حاجه صعبه. انا ما كنتش اعرف الحقيقه تمنها كام، بس لما يعني لما لقيتها ونشلف استخدمتها وبعد كده حسبت عليها بقى. طب طلعت كام؟ قول لنا. طب عايزين نعرف عشان نقدر نشوف. لا يعني ب 30 كتير كتير قوي، كتير جدا كتير جدا. هي يعني الثانيه العاديه الدبل هي لما يعني 18 هو بعد المنظر اللي هو الاخير ده دكتور اسامه، انا لما سالته وقالوا لي موجوده ما فكرتش بقى، يعني اللي هو سالت بس شخص هي بكام، فحد ما عرفش فقلت خلاص مش مشكله زي ما يكون بقى. هي الدبل لاير يا دكتور اسامه ارخص شويه، بس مشكله الجرافت ماستر ان لازم 7 فرنش. يعني الجرافت ماستر مشكلتها ان على بال الدليفري، مش كده تاخد وقت طويل جدا في الدليفري، لان حضرتك هتغير الجايدنج، هتضطر تبدل الجايدنج، وطبعا في الوقت ده مش هنعرف، يا اما نفخين بالونه يا اما نعمل بينج بونج تكنيك بقى. دي بقى يعني بتدخل ايه؟ جايدنج تاني. دي بتدخل ايه بس يعني محتاجه شويه جايد سبورت. بس انا عايز اقول لك ان هي الجرافت ماستر دي بتدخل في 6 فرنش. بتدخل مش 7. بتعمل ليومينال ريدكشن جامد يعني، وبتبقى ناشفه جدا. طبعا السايز بتاعها لو هتستخدم سايز كبير فوق الثلاثة ونص ماشي، لكن الثلاثة والاقل غالبا ممكن تدخل من السكس فرنش عادي بصعوبه شويه. وطبعا زي ما قال احمد الدايمتر بتاعها مهما كان تضطر تدو هاي بريشر انفليشن والليومينال دايمتر ريدكشن، وفي انسرنس اوف ستينوزس طبعا ابروتشنج 30%. لكن طبعا عشان كده بعض الاوبريتورز بريفير ان هو جوه الجرافت ستنت يحط درج اليوتنج ستنت عشان اللونج تيرم اوت كوم. والحمد لله. عايز تحط لها دعامه 5؟ لا ما فيش بقى، ما فيش.
ده انا بقول بعض الاوبريتورز. المهم هو دلوقتي هو كانت البلان 3 ستنتس والجرافت ستنت زادت وحصل سيلينج البرفوريشن. هنا بقى ده كان الجزء بتاع يعني الحقيقه مع الفراجيليتي بتاعه البيشنت. ده كان الجزء بتاع الكالسيفيك بتاع الليفت مين ده كان عليه بقى ديبيت ان احنا ناخد ان سي هنا. وفي الوقت اللي احنا لسه بنفكر ناخد فيه ان سي البيشنت لا ثانيه البيشنت حصل ايه؟ الكتريكال كومبليكيشن بقى اللي هو ده الفي تي. فالحاله اجتمع فيها الميكانيكال والالكتريكال كومبليكيشنز. الحمد لله ان هي كانت لانس ستين بعد كده يعني. ولقينا هنا الليفت مين اتس نوت يعني انجيوجرافيكالي ريزلت ساتسفاكتوري يعني. والحمد لله خرجنا بيها. دي العينه دي كفاره، دي كفاره للذنوب دي يا دكتور احمد. طلعت عينه ودفع فلوس. والله لا بس في دروس كبيره. ما احنا عايزين بقى معانا عرض الحاله عشان اسمع الدروس دي. ما اول درس قلت لك انت خلصت كده؟ يا فندم خلصت. وهو الاوت كان كويس والبيشنت تمام مفيش مشكله. كويس. الفي تاك اللي جت دي سيلف ليميتنج؟ الحمد لله كانت سيلف ليميتنج بس بس احنا عرفنا ان من يعني واضح ان البيشنت الكتريكالي انستابل وكانت بيجي لها كان في الاي سي جي كان في اكسترا سيستولز من حتى من قبل الحاله. وطبعا في وجود البالمونري ديما وفي وجود البالمونري كونجيشن والفلات بوزيشن اللي بتبقى نايمه فيه. فيعني انا يعني اخترت الحاله مخصوص عشان اسمع الراي بتاع حضراتكم ونستفيد. طب اسامه تقول الاول ولا انا اقول؟ لا انا في حته فاتتني يا دكتور احمد حضرتك تفضل ان انا في حته فاتتني. طيب. ما طيب انا اول حاجه قلت لك عليها ان واحده ست عندها اوفر 70 بليفت مين بديفيوز ال اي دي ليجنز في الليفت اتريال سيندنج بكالسيوم لازم يبقى الانترفنشن فيري كوشس وانك انت تو باليت ذا بيشنت ان ذا بيست واي بوسيبل بليست انترفنشن. ده اول درس تمام. يعني لو كنت لو كنت انت you could have spared some of the point التكنيكس اللي انت عملتها حتى لو جه in the future instant restenosis تاني اهون من اللي انت شفته في الحاله دي. تمام مظبوط. يبقى اذا اول حاجه الانفليشن اللي على اللي عملته بنون كومبلاينت بالون على الاوفرلاب ده ما كانش يتعمل لانك انت حطيت ستنت 3 على 2.75 ومجرد الديبلويمنت كان كافي جدا ان يبقى تقدر زي ما يكون عملت الاوفرلاب بهاي بريشر بالون لو كانوا الاثنين في نفس المقاس. ما كانش في داعي ابدا لهذه السب. انت سامعني ولا ما انت سامع؟ سامع حضرتك. هو الكلام على الانفليشن بتاع الاوفرلاب. الاوفرلاب ما كانش ده يتعمل خالص في واحده عندها كالسيوم عندها 75 او 72 over 70 years old بكالسيفيكيشن كانت presented ببالنوري إديما. The least possible intervention. The least possible. انت عايز تخرج الست دي بتعمل لها زي ما تقول palliation. وانا وجهة نظري دايما الانترفنشن دوت يعني في رأيي الهيرويك انترفنشنز اللي احنا بنشوفه الايام ديت ده مش ماشي مع تكويني الشخصي ولا رؤيتي للانترفنشن ده. ده مش هروك خالص يا بيه. ده هو لا انا بتكلم عموما مش انا بتكلم عموما. احنا بنشوف حاجات بتجيبوا لنا عجب جوه البوست كات هنا وبشوف الزملاء بيعملوا ايه. انا ما بشوفش ان البيركوتينس انترفنشن ده معمول لهذا الغرض. يعني المفروض ان هو حاجه نون انفيزيف او دي ليست انفيزيف بروسيجر ممكن يتعمل. انما ما ينفعش ادخل جوه العيان اقعد فيه 5 ساعات جوه. انا ضد ده تماما. خلقتي كده ورؤيتي للارت ده كده. ما اعرفش بقى اسامه اذا كان عنده حاجه تانية يضيفها يقول. لا انا طبعا مع حضرتك يا دكتور احمد ان الواحد طبعا دي بتيجي بالاكسبيرينس. يعني هو في الاول الواحد متحمس قوي وهو صغير بالذات وعايز يعمل كل حاجه في كل وقت. وده طبعا في الاخر بيتضح ان هو هارمفول اكتر من ان هو يعني يوسفول للبيشنت. فهي فعلا ذا ليست انترفنشن دي فعلا
نقطة مهمة لأن teachers are friable. إحنا نتكلم على مش مواسير وسباك عمال يسلك. لا آه لا لا يعني آه. فعلا أنا حضرتك دي نقطة أتفق مع حضرتك فيها. طيب آه، عايز تقول حاجة تانية أحمد يحيى؟ لا يا فندم، أنا يعني أعرض الحالة علشان أسمع الريماركس بتاعت حضراتكم. والحاجة التانية طبعا تستاهل اللي جرى لك بالتلاتين ألف جنيه اللي انت دفعته. ما هو كانوا بقى ما الحالة كانت بتتابع دكتور تاني، فأنا أنا وهو بقى تقاسمنا يعني. بس بس بتتابع عليه كمان شو الحالة بتاعته؟ انت بتطر على الرجل يعني. طيب احنا بنشكرك برضو على الحالة دي، فيها تيبس اند تريكس كتير، وبرضو احنا كلنا استفدنا منها اعتقد يعني. نيجي بقى للجزء الاخير من اليوم. اميرة موجودة؟ بروتامين اديت نص امبول البروتامين، يعني يعتبر ربع كوريكشن، وان كوارتر اوف كوريكشن، لان الامبول البروتامين بيصلح امبول هيبرين. فاحنا ادينا نص امبول بروتامين وبنديه سلولي، علشان زي ما حضرتكم بتقولوا لنا ان البروتامين حاجه بتنزل الضغط، ففي وجود بيرفوريشن كمان بنديه سلولي، ودينا نص الامبول بس. ومع ذلك ما فلحتش محاولات قفل الشريان. الاستنتج مش شرط انها تكون موجوده كمان افيلابل اون شيلف في كل الاماكن. يعني انا فاكر من سنتين جرافت ستنت كان ليها فاليو كبير جدا. شكرا. هو الحقيقه لازم الجرافت ستنت دي تبقى موجوده اون شلف في اي كاث لاب. مظبوط مظبوط. والسنير هي والسنير لازم والسنير. شكرا يا لابد من. شكرا دكتور. شكرا دكتور. شكرا دكتور اسامه. مع السلامه. يلا يا اسامه. دكتوره اميره نور مدرس عندنا، وهي هتقدم موضوع يعني مثير كده شويه للايه يعني للفضول. بوست في اس دي سيرجيكال كلوجر وات لايز بيهايند، يعني يا ترى يا وراها كثير من الشرور ولا من الخير. ازاي حضرتك يا دكتور اسامه؟ ازاي حضرتك يا دكتور احمد؟ اهلا يا امير. الصوت واضح؟ اتفضلي. بس خلي بالك هو بيروح ويجي، فساعات كده هتلاقينا احنا بنطلع بره ونرجع تاني. هتسلمي علينا كمان يا اميره ولا لا؟ الصوت راح. مين معانا؟ انا سامع دكتور احمد نصار ودكتور اسامه من بدري. ابتدي دكتور مي، الصوت واضح؟ طيب ماشي، ابتدي على طول. هي مي دخلت، ما اعرفش بقى يا فين، مش عارف. طيب ماشي. طب الصوت واضح يا دكتور احمد؟ ابتدي على طول. عشان احنا الصوت عندنا فيه مشكله، انا ساعات ما ببقى سامع حضرتك. ماشي طيب يلا. A 5 years old boy, 18 kilograms, second order of birth of non-consanguineous marriage, delivered smoothly. This patient was presented to our outpatient clinic with poor weight gain and exertional dyspnea of 1 year duration. His post history revealed that, or according to his mother, he underwent VSD surgical closure 2 years ago. And he showed partial improvement. However, the patient was still dyspneic, and as I said, he didn't. ازيك يا سام؟ ازيك دكتور مي؟ اخبار حضرتك؟ ازيك انت؟ هي مش سامعاك الظاهر. هي مش مهم، انا عايزين نسمع منها الاسباب ايه. اميره، ايه الاسباب اللي انت تفكري فيها يعني this history؟ بس واحد عمل VSD المفروض خلاص يبقى 100-100 ولد صغير ويجري ويلعب. ايه بقى اللي يخليه يبقى partially improved وعنده symptoms قد تبدو ان هي congestive heart failure؟ تفكري في ايه قبل ما تشوف؟ افكر انه ممكن يكون عنده significant residual VSD، بس if he was properly followed up after the surgery it should have been detected. حاجة مهمة كمان يا حسام، ايه تاني؟ ما
طب اسمعوني بس بشوف أميرة هتقول إيه الأول. ماشي أكمل يا دكتور أسامة. اسمعي دكتورة مية هتقول لك حاجة مهمة. حاضر حاضر أكملي يا أمير. دكتورة مي أمير زي كابول صوت بيقطع بس شوية. هي أميرة في القاعة ولا في البيت؟ في القاعة. يعني أشكركم طبعا على توليكم إدارة الجلسة النهاردة وإن شاء الله يعني تنتهي على خير. الصوت فيه مشكلة النهاردة يا نبيل. الصوت فيه طب انما طب الفيديو والسلايدز كويسه؟ لا كويسه جدا. يبقى لو يبقى الصوت يبقى في الساوند سيستم هنا مش في النت، يبقى النت كويس. ممكن بنعلي من عندنا من هنا يا دكتور احمد. حضرتك سامعني كده كويس؟ بيقطع ويرجع. بيقطع ويرجع وانتم مش حاسين، يعني اللي في القاعه مش حاسس بينا. تمام تمام. هو دلوقتي شغال كويس؟ طيب دلوقتي سامعني. لما انت تجيب بقى منك. طيب خلاص انا هخليهم يجوا برضو يصلحوا. احنا كده كده في يعني كابلات ماشيه، كل ده هيتغير. احنا دفعنا فلوسها وبعتنا نشتريها ونغيرها ان شاء الله، برضو يحسن الموقف هنا باذن الله. اتفضلي. His local cardiac examination showed. لا ما كملتيش يا اميره الاول. possibilities ايه؟ قلت ممكن يكون عنده significant residual VSD after surgical closure but لو هو have been followed appropriately it should have been detected. ممكن يكون حصل infective endocarditis على ال VSD patch بس العيان طبعا هيبقى feverish وممكن يجي له symptoms of heart failure. وفي حاجة تالتة بس أنا بقول خليها في الكيس، لو حضرتك عندك حاجة تانية دكتورة معي. infective endocarditis وارد، complete heart block حاجة تانية مهمة. complete heart block صح، كمبليت هارد بلوك حاجه مهمه جدا، يعني حاجه من اهم الحاجات. يعني اذا كنت تحب نضيف حاجه ميس اذر ليجن، ميس كوارتيشن. طبعا ميس ليجن. لا ميس كمان بي دي اي، انا شفت ده بيس بي دي اي كبيره. ممكن دايما الديستال شنت بتبقى ماسك بالبروكسيمال شنت، دي ميس بي دي اي كبيره. انفكتيف اندوكاردايتس وخف، مش لازم يكون فيفرج دلوقتي، انت بتقولي انه قفل من سنتين، ممكن يكون جاله في الوسط او ديسن باتش او كمبليت هارد بلوك او ميس ليجن. حاجات لازم تفكري فيها الاول قبل ما تكتشفي المفاجآت يعني. اي ماشي. ده لل بوست جراديوتس بس. اوكي. باي اوسكالتيشن هي هاد نورمال هارت ساوندز اند هي هاد جريد 3 اوفر 6 بين سيستوليك ميرمر اوفر ذا ليفت سترنال بوردر. هيز الاي سي جي بتاعه ما كانش فيه حاجه سيجنيفيكانت غير ان احنا ممكن نقول ان هو كان ليتل بيت تاكيكارديك في ساينس تاكيكارديا، لكن مش حاجه. او في عندنا في كارديوميجالي وفي prominent bronchovascular markings indicating ان في يعني a little bit congestion. حضرتك تحبي تقولي حاجه دكتوره مي ولا ابروسيد للايكو؟ كلمك يا مي. اميره بتسالك حاجه. صوتي معاك يا اميره، ما انا مش سامعاها. طيب ماشي، بقول حضرتك تحبي تقولي حاجه ولا هبروسيد للايكو على طول بتاع البيشنت؟ لا بروسيد يا امير. ماشي اوكي. قولي السيستوليك ميرمر ده يعني يخليكي تشكي في ايه؟ السيستوليك ميرمر هيخليني اشك ان البيشنت عنده ريزيديوال في اس دي زي ما حضرتك قلتي. ممكن يكون زي ما حضرتك قلتي ان احنا يبقى في ميز ليجن، ساعات بيبقوا في اس دي دبل شيمبرد ار بي وممكن يبقى ميز لو ان دي حاجه ريموت، او ان هو يكون بقى حصل ياتروجينيك او جربوزي ديفكت، او انه يكون عنده تراكسبيد ريجرتيشن بالمي بوتنشال. او يكون عنده سيجنيفيكانت تراكسبيد، او يبقى عنده سيجنيفيكانت ماي ريجرتيشن. يعني بس بتقولي ايجكشن، ما هي بتقولي ايجكشن ستوريك ميرمر، يمكن دي تقلل شويه فرصه الماي تريجرز والتراكسبيد ريجرتيشن ميبي تشنت يعني على مستوى البنت. الايكوكارديوجرام شود ان ليفت فنتريكل واز سيجنيفيكانتلي دايليتد، الابيكال فور تشامبر فيو هنا شوينج ان ال في كان دايليتد و موديفايد ابيكال فور تشامبر فيو كان في زي ابنورمال فلو فيرسس سيجنيفيكانت تريكسبيد ريجرتيشن في الرايت اتريوم.
طيب وبرضو في الـ في الـ ventricle بالرايت اتريوم اللي هو بنقول عليه الياتروجينيك جربودي ديفكت. بس الحاجه اللي كانت سيجنيفيكانت ان البريشر جريدينت اكروس 75 مليمتر مركري. بس انا برضو ما اقدرش اقول ان دوت ماشي مع ان دوت زي ريزيديوال ديفكت او ياتروجينيك ديفكت بين اللفت فنتركل والرايت اتريوم، لان زي ما دكتوره مي قالت لو هو عنده بالمونري هايبرتنشن ممكن الار في اس بي بتاعه يوصل لحد 75 مليمتر مركري. فوي جدا بين اللفت فنتركل وبين الرايت اتريوم، واكشولي كان سيجنيفيكانت يعني ات واز اباوت 6 تو 6.5 مليمتر، ودوت يعني اولموست ممكن يكون ايكوال للفي اس دي اللي كانت عند الولد. عشان كده الولد كان ستيل سيمتوماتيك بعد السيرجري. At this point احنا we decided to close ال جربودي ديفكت دوت percutaneously. First of all احنا عملنا الاول، بس هزود حاجه في الفايندنجز، انه لما بيبقى هيبقى كده هيبقى الرايت اتريال بريشر عالي، وده هيعمل باك بريشر على الليفر ويخلي الولد تسيب كونجست فار فيل. ايوه دكتور ميسا. First we proceeded for a left ventricular angiogram to confirm again the anatomy اللي احنا شفناه بالترانس اسوفاجيال ايكو، و again measure the size بتاع الديفكت والريليشن بتاعه للسراوندنج ستراكشرز before proceeding for intervention. لان زي ما حضرتك قلت الحته دي بيبقى قريب منها البندل اوف هاس، والانسيدنس بتاع الكومبليت هارت بلوك ممكن يبقى فيري عالي جدا. لو يبقى عالي جدا لو ما حصلش بعد الجراحه ممكن يحصل واحده بنعمل الانترفنشن. احنا شايفين هنا في اللفت فنتريكلر انجيوجرام ان في لارج ديفكت اولموست نفس المنظر بتاع الترانس اسوفاجيال ايكو كونكتنج اللفت فنتريكل، وشايفين الرايت اتريوم بيملى، وحتى الترايكوسبيد فالف مرسوم هنا في الانجيوجرام دوت. اكشولي احنا we used a cut pig tail، قلنا هي اكتر حاجه هتبقى واخده المورفولوجي او الشيب بتاع الديفكت، و يعني we were lucky enough ان ال pig tail الاول we crossed by the trauma wire. دي ان احنا لازم نعمل اي في لوب، وان احنا ايذر ان احنا هنطلعه من الفين سايد ايذر بقى لو احنا انترنال جاجلر فين ابروتش او فيميرال فين ابروتش. لكن في دلوقتي ديفايس افيلبل، احنا قررنا ان احنا فايبروزز على البيتش اللي موجوده، فانا اي كود ديليفر ات من الارتيريال سايد على طول، يعني انا مش محتاجه اعمل اي في لوب واخش من الفينس سايد. الديفايس دوت شكله اهو، الميزه فيه ان هو ليه دبل ديسك، فممكن يعني استخدمه زي في اس دي ديفايس في ديسك. من الفيميرال فين او انترنال جاجلر فين، والويست بتاعه فلكسبل جدا فبيقلل الريسك اوف كومبليت هارت بلوك هاي كونفورمابيلتي انتو دي سبتل ديفكتس او في اس دي، والكيبل بتاعه زي ما قلت هو سلام جدا فبيقلل الانسيدنس اوف دامج للسراوندنج ستراكشر. احنا عملنا باركنج للترومو واير ديستال كويس في الاس في سي، والميزه كمان بتاع الشيز بتاع الكونار مالتي فانكشنال اوكلودر ديفايس ان الشيز بتاعه بيخش على الترومو واير، فمش محتاجه ان انا اعمل اكستشينج بستيفر واير ممكن برضو يزود الانسيدنس اوف هارت بلوك. فجاست وي انتروديوسد
ال 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 الدليفري شيز بتاعه هو 6 فرنش على الترومو واير. We delivered the Conor multifunctional occluder device. احنا كنا واخدين السايز بتاعه 10 to 8 millimeters. الديفكت كان 6 فاحنا بنزود 2 millimeter على ال RV side. فيبقى ال RV side هاخد ال 8 ويبقى من ناحيه ال LV side ال 10. فاحنا خدنا ال 10 to 8 millimeter multifunctional Conor device. We delivered it inside this gerbudi defect. ودوت المنظر. حطيت يعني ديسك الأول يا أميرة اشرح لنا. حاضر. الأول إحنا بنحط أنا ورق معلش هات شكل الديفايس. إحنا عندنا الديفايس مقسوم جزئين. جزء منه منظر الـ PDA ديفايس والجزء الثاني اللي هو بيبقى فري ديسك بتاع الـ RV سايد. فأنا لو أنا هخش ريتروجريد من الأورطة بدخل ببقى بربطه من ناحية الـ PDA device بحيث إن الفري ديسك هو اللي هيبقى ناحية الـ RV والـ PDA device هو اللي هيبقى ستنتنج الديفكت أو يعني داخل جوه الديفكت. لأن الميزة الثانية أسامة دكتور أحمد ممكن إن هو بيتربط من ناحيتين يعني ممكن أربطه من اليمين أو من الشمال من ناحية دي ومن ناحية دي. ماشي عايزة بس آخر سلايد. جميلة أخرى للديفايس. بس هحط بس آخر سلايد يا دكتور مي عشان أيوه عشان توري بس المنظر. لا انا ليه تساؤل برضه هنا ممكن ينكروتش على تراكاسبيد فالف ويعمل مشكله ولا ايه بالظبط البوزيشن بتاعه غريب شويه ما انت بتبقى اندر تي اي جايدنس فبتبقى عارف يعني قبل ما يتفك الديفايس تبقى متاكد هل التراكاسبيد فالف بيفتح كويس هل انت انتانجلينج في كورد هل في مشكله في الريجستريشن يعني كل ده بتبص عليه قبل ما هي هتعمل ريليس للديفايس خالص. طيب وهل ده يا جماعه هل ده ايتروجينيك ولا ده ميثد؟ معلش غالبا بسيرجيكال هيستوري هيبقى ايتروجينيك يا اسامه. دكتور اسامه حضرتك معايا على بس ما اشغل اخر سلايد هو الجربودي ديفكت يعني الموست كومن زي ما دكتوره مي قالت ان هو يبقى ايتروجينيك بوست سيرجيكال. هما بيتقسم لتو تايبس دايركت واندايركت. ال indirect لو هو involving the septal leaflet of the tricuspid valve وده هيبقى يعني ممكن نحاول بس ده هيبقى صعب قوي في الكلوجر لان احنا غالبا هنبقى entangling the septal leaflet. الدايركت ان هو وهوري حضرتك احنا اخر صوره مبينه فيها ال TE زي ما دكتوره مي قالت بعد ما حطينا الديفايس قبل ما نريليز بنتاكد ان هو مش entangling the septal leaflet بنبقى monitoring الاي سي جي متاكدين ان ما فيش complete heart block. مش عارفه ايه اللي حصل مش راضي يشتغل لازم اوري حضرتك اخر حاجه بس مش عارفه دكتوره مي تحب تضيف حاجه ثانيه وري بس وريهم منظر الجهاز اللي هو بيتثبت من يمين الشمال يا حاضر يا دكتور مي سلايد اللي قبليها يا اميره خليها كده ما تعملهاش سلايد شو عشان هو في السلايد شو بيعلق ايوه هات لنا اخر واحده هي دي بس شغلها كده طلعي الديفايس بس وري ايوه خليها كده مش وهي كده واضحه كده واضحه يا دكتوره مي صح معلش كده واضح نورمال فلو كيف يا اسامه كده ما فيش اي حاجه في التراكاس بالفالف الابنورمال فلو اللي كان جوه الرايت اتريوم اختفى تماما واحنا كنا فولوينج اب البيشنت 2 مانس اب تو 6 مانس بعد البروسيجر السيمبتومز اتحسنت جدا كلر في اس دي ما كانش فيه غير حاله واحده بس في الليتريتشر ريبورتد انها اتقفلت بالكونار المالتي فانكشنال اوكلودر ديفايس دوت غير السنه اللي فاتت والحاله يعني بتاعت عين شمس دي تعتبر تاني سكند كيس. التيك هوم مسج نوينج ذا اناتومي اند مورفولوجي اوف ذا ديفكت از ا كي فور سكسس ذا جود بيري بروسيجرال بلاننج جارانتي سيف اند افكتيف كلوجر ذا مالتي فانكشنال اوكلودر از
دكتور أسامة دكتور مي احنا مسموعين ولا مش مسموعين يعني تتقطع شوية يعني حاولوا تنشروها في ريبورت بقى دكتورة نور أميرة يعني should be published as a case report لو سمحتوا ما تسيبوش الحاجات دي تعدي كده ماشي دكتور أسامة حاضر انت قدمتيها في العصرين ولا يا أمير لا المفروض هي دي اللي هقدمها بس انا لسه ما خلصتش يا بنتو ليه ما عملتوش ليه زمان ما هيخلصوا يا أمير حاضر ما حاضر دكتور مي انا دخلت عملت بس ريجستريشن بس لسه ما خلصتش فهخلصها واقدمها حاضر وقولي زمايلك من فضلك قدموا الحالات لو سمحت المفروض تتقدم عشان دي لا في اصل اسامه في كومبيتيشن معموله في مؤتمر في القصر العيني عاملينه بتوع الاطفال يوم 23 لا يوم اظن 12 او 14 اكتوبر وعاملين كول فور كيسز للجونيورز فانا بقول لهم عيب ان معين شمس مش ما تقدمش 3 4 5 كيسز من الحلوين بتوعنا دول لا طبعا واضح ان هي حاله نادره لكن لانه الباقي كله بيقف في الاي اس دي بي اس دي لا انا عايز اعرف يعني الانسيدنس بوست اوبراتيف اوف ذيس تايب كتيره ولا قليله ولا ايه؟ جاوبي يا اميره انت راجعتي الليترشر الانسيدنس يعني مش كتيره بس هو السبب في كده دكتور اسامه ان هو بيبقى ازلي مزت يعني العيان ده ما كانش متشخص غير لما احنا شفناه وكنا سسبكتنج ان اللي هو ستيل سيمتوماتيك بعد البي اس دي كلوجر ساعات كتير بيبقى ازلي مزت على انه مودريت او سيفير ترايكاسبيد ريجستيشن فهو بس يعني we should look forward it لو انا شك ان ده abnormal flow بيتر بس ان انا اسس البيشنت تاني بالترانس اوسوفاجيال ايكو بيبقى واضح جدا الديفكت بس الانسيدنس يعني على حسب الليتشر مكتوبه ممكن تصل من يعني من الحاجه الثانيه اسامه انه ممكن يبقى مس دايجنوز ناس بتقول عليه تراكاسبيد ريجاش بس الكلو هنا ان الليفت فنتريكل هو الكبير مش الرايت فنتريكل اللي كبير يعني this is volume load على left ventricle this is يعني ما هوش volume load على ال RV ما هوش RV هو الكبير left ventricle لسه كبير والمسج الثانية والمسج الثانية بس هقولك على حاجة انه ال importance of follow up وحتى guidelines الجديدة بتاعت other congenital heart disease قالت ان ده is a lifelong disease يعني لازم حتى قفلنا ال DSD ومشينا لا لازم يبقى في follow up regularly كل سنة او اتنين صحيح فعلا حتى على مستوى الاريثمياز مثلا او اذر اي حاجه كل الحاجات دي الاريثمياز انا سؤال بيزك بقى في سؤال بيزك بس شوي هو which type of murmur you expect to hear in this case يعني ايجكشن ولا بان سيستوليك حاجه بيزك كده بان سيستوليك طبعا بالظبط لان هو هنا يور ديلينج ويز هاي تشامبر ولو تشامبر وهتبقى هولو سيستوليك انا بقول كده عشان وانت بتسمعي بالسماعه في اعتقد انت قلتي ايجكشن ستوليك او حاجه ولا ايه لا بانس ستوليك يا دكتور اسامه انت قلتي بانس ستوليك مظبوط عشان برضو احنا الناس سمبل اوسكالتيشن كان جايد يو تو ذا كوز ويتش از حاجه بقى اصبحت شبه مهمله دلوقتي بنحاول نثبتها لكن برضو اديني فكره اتليست لو ده ريزيدوال سمول بي اس دي مش هيبقى كبير كده قوي المرمر ومش هيبقى بانس ستوليك انما البودي ديفكت ده يا اميره ايوه دكتور ما يعليش الفين النك فينز ما يعليش النك فينز عادي طبعا لكن هو في الاطفال الصغيرة النك فينز ما بتبقاش حاجه بنشوفها كتير قوي ايوه ما بنعرفش نشوفها قوي لا طبعا يعني دكتور مي حتى قالت انه بيبقى عامل فوليوم اوفرلود على ليفت سايد بس والليفر كمان يعني ممكن نلاقي الولاد دول عندهم كونجستيف هيباتوميجالي نتيجه للشنط العالي جوه الرايت اتريوم ده مظبوط هي حاله كويسه والله يا شكرا يا دكتور اسامه شكرا جديده ما شفناهاش كتير يعني ولد يعني شكرا يا دكتور مي تلامذة حضرتك انا اول مره اسمع كلمه جربودي ديفكت دي من الله يرحمه الدكتور حمدي دمرداش وكانت ما كانش بقى في يعني هو ممكن يبقى كونجنتال ولا مش ممكن ممكن يبقى كونجنتال يعني ممكن يبقى كونجنتال طبعا ممكن يبقى كونجنتال مش لازم يبقى ياتروجينيك زي ما انت قدمتي الحاله دي يعني الحاجة التانية عايز أقول لك تعليق لو هتقدمي الحالة دي في القصر عيني عندك spelling mistakes في السلايدز بتاعتك ما يصحش الويت مش W-A-A-T W-E-I-G-H-T
لا في كذا سبيلنج ميستيك يا امير. صح صح. انا عارف الحاجات دي بتغيظك يا اسامه وانا برضو بتغاظ قوي منها لما اه طبعا. لا المفروض الكاليبر بتاع الاسطاف مفروض يعني جربوني مكتوبة حتى بطريقه مختلفه يا اميره. معلش يا دكتور احمد انا مستمع حضرتك. بقول لك صلحي كل السبيلنج ميستيكس اللي موجوده عندك في السلايدز. ممكن تبقى تايبنج انا ما بقولش حاجه بس ما صحش انت تقدميها وفيها سبيلنج ميستيكس. النهارده شفنا حالات حلوه يا دكتور احمد ما شاء الله يعني حالات. هو هو البودكاست ده كويس ما شاء الله يعني بيختار حاجات كويس. هو البودكاست الحقيقه فيري ايدوكيشن الحقيقه يعني كلنا بنستفيد منه من اكبر لاصغر حد. صحيح فعلا نتمنى ان شاء الله تكون. بنشكر كل بنشكر كل البريزنترز وان شاء الله للقاء الاسبوع اللي جاي ان شاء الله كده. يبقى كلمني من فضلك ان شاء الله بعد ما تخلص. هنخلص ان شاء الله كده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله. شكرا جدا. اشوفكم الاسبوع الجاي يا اولاد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا دكتور. كلمني بقى يا اسامه. حاضر.